اهلا بكم مشاهدينا الى حلقه جديده من برنامج الاخبار الليله والبدايه من العناوين. البرهان يصدر قرارا بتشكيل مجلس السياده، الجبهه الثوريه تحافظ على مقاعدها، حضور للاقاليم وغياب للمدنيين. قوى الحريه ترفض التفاوض مع المجلس العسكري، وسفراء الاتحاد الاوروبي لدى السودان مصرون على العوده للنظام الدستوري. رئيس مجلس القضاء العراقي يستبعد وجود دلائل على تزوير الانتخابات، وتحالف الفتح يهدد بمقاطعه العمليات السياسيه. والمشي يقود الخلافات بشان قانون الانتخابات لمجلس الامن، وباريس تعقد غدا مؤتمرا لدعم اجرائها في موعدها. السلام عليكم البدايه بالتاكيد من كل هذه التطورات السودانيه الاخيره حيث طوق قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان صفحه واحده من فصول حال الطوارئ التي اعلنها في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي باصداره مرسوما دستوريا لتشكيل مجلس السياده الانتقالي احد الاجسام التي افرزتها الوثيقه الدستوريه. التي وقعت بالشراكة مع قوى الحرية والتغيير وفق اتفاق سياسي أنذاك المرسوم الدستوري رقم 21 يقضي بتولي البرهان رئاسة مجلس السيادة فيما ينوبه في رئاسة المجلس محمد حمدان دجلو بالإضافة إلى عضوية ثلاثة عسكريين وهم شمس الدين كباشي وياسر العطاء إبراهيم جابر كما شهد تشكيل المجلس السيادي احتفاظ ثلاثة من حركات الكفاح المسلح الموقع الموقع على اتفاق جبال السلام بمناصبهم هم مالك عقار الطاهر حجر الهادد إدريس بالإضافة إلى القانونية رجاء نيكولا وفيما غادرت قوى الحرية والتغيير المجلس انضم خمسة أعضاء جدد يمثلون الأقاليم السودانية وتأجل تسمية ممثل إقليم الشرق الذي يشهد احتجاجات منذ اشهر عده. اصدر الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي المرسوم الدستوري رقم 21 بتشكيل مجلس السياده الانتقالي على النحو التالي. الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا. كلها كلها هل أنا على قلب رجل واحد تؤكد تمسكها بالتحول المدني الديمقراطي شعار ثوره ديسمبر حريه سلام عدالة والمدنيه خيار الشعب. قد اثبتنا اليوم تمسكهم بالسلميه. للمزيد من المعلومات والتفاصيل تنضم الينا من الخرطوم لنا يقوم يعني مراسله الحدث لينا اهلا بك لنا قبل الحديث عن تفاصيل مجلس السيادة الجديد بشكله بعض الملاحظات اللافته حوله دعينا نتحدث في البدايه لينا عن اول ردود فعل ترصد الان بعد هذا التشكيل مساء الخير سارة أهلا بك. وإن كان من المبكر رصد ردود الأفعال باعتبار أن إعلان المجلس تم قبل أقل من ساعة ولكن يمكن أن نشير إلى أن كان هناك رفض مبكر حول آلية اختيار أعضاء مجلس السيادة من المكون المدني هذا الأمر تحدثت عنه من قبل اللجنة المركزية المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تحدثت عنه شخصيات قومية كانت جزء من الوساطة حول آلية اختيار المكون العسكري اعضاء من المكون المدني كان هذا التحفظ وهذا الرفض بادئ منذ البدايه لذلك كان يتم تاخير اعلان اسماء المجلس السيادي لاسباب من بينها حسم مساله رئاسه مجلس الوزراء كذلك ساره يعني كانت هناك منذ وقت مبكر ايضا هذه الوساطة كانت تتم حول اختيار عودة عبد الله حمدوك إلى المشهد كانت هناك تظهر أسماء لرئاسة الوزراء كل هذه الأشياء تم رصدها منذ وقت مبكر من قبل الشارع السوداني من قبل السياسيين من قبل الحرية والتغيير لذلك يعني رصدنا ما استطعنا أن نرصده من ردود أفعال على وسائل التواصل الاجتماعي رافضة بعض الأحياء السودانية في جبرة والكلاكلا خرجت في تظاهرات قبل قليل وقام بتتريس الشوارع آه لا يوجد انتشار لمظاهر امنيه آه كثيره في لا. العاصمه يبدو الوضع اقرب للطبيعي ولكن بدات بعض الاحياء فعليا تتريس الشوارع والاعتراض على هذه القرارات حالات التتريس لينا الان حتى قبل ان تبدا المظاهرات التي كانت مرتقبه ودعي اليها غدا وبعد غد آه لينا في كل الاحوال لنتحدث عن تفاصيل المجلس السيادي الجديد البدايه آه تاجيل تعيين ممثل الشرق في هذا المجلس؟ لماذا؟ كانت المشاورات ساره جاريه منذ وقت مبكر، تم تسميه مرشح وتم سحبه من بعد ذلك، سحبه المجلس الاعلى لنظارات البجا بعد ان قدمه للمكون العسكري لاجراء مزيد من المشاورات، بعد ذلك برز الصوت داخل المجلس وداخل الكيانات، كيانات شرق السودان حول ان الحكومه او ان المكون العسكري لم يقم بالغاء مسار الشرق وانهم ينتظرون ردا واضحا حول الغاء المسار لتسميه ممثل وتقديمه للمكون العسكري لا. هذا كان أحد أسباب تأخير إعلان المجلس السيادي فضلا عن ما ذكرناه سابقا بأنهم كانوا ينتظرون حسم مسألة مرشح رئاسة مجلس الوزراء إن كان لا. حمدوك فقوى الحرية والتغيير التي كانت جزء من الآلية التي تتم كانت في وقت سابق قد اعتبرت أن إعلان مجلس السيادة دون التشاور معها ودون تسمية التوافق على اسم عبدالله حمدوك هو يمثل خطوة أخيرة في النقاشات التي تتم معهم نعم. هذا الحديث كان صادر من أعضاء من المجلس المركزي على قناتي العربية والحدث لذلك يبدو أن إعلان أسماء المجلس السيادي فيه استبعاد تلقائي لإسم هناك عبدالله ممثلين لم يتوصلوا حتى النقطه هناك اتفاع. ممثلين للمكون المدني ولكن اختيروا من قبل المكون العسكري أو المجلس العسكري مثلا رجاء نيكولا هي الوحيدة التي بقيت من المدنيين من مجلس السيادة السابق إنقطع الاتصال، أنا لم أسمع السؤال. لينا تسمعيني؟ لينا؟ للاسف انقطع هذا الاتصال بالتاكيد وفقدنا التواصل مع الزميله لينا ولكن كنا نتحدث عن هذه التطورات الجديده مجلس السياده الجديد المعلن برئاسه بالتاكيد عبد الفتاح البرهان النائب محمد حمدان دجلوب بالاضافه الى اعضاء اخرين هناك العديد من النقاط المهمه واللافته التي يجب ان تناقش في مجلس السياده الجديد باسمائه مثلا ممثلي المكون المدني ممثلي الحركات المسلحه مثلا ولكن نحاول العوده لاحقا للينا. أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي المرسوم الدستوري رقم 21 بتشكيل مجلس السياده الانتقالي على النحو التالي. الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا. على قلب تؤكد تمسكها بالتحول المدني الديمقراطي شعار ثوره ديسمبر حريه سلام عداله والمدنيه خيار الشعب لقد اثبتنا اليوم تمسكهم بالسلميه تاكيد مشاهدينا سنعود الى تغطيه كل هذه التطورات السودانيه بعد تشكيل مجلس السياده بشكله الجديد العديد من التفاصيل والنقاط المهمه اللافته ردود الفعل ردود فعل من قوى الحريه والتغيير بشقيه او بشقيها الاصلاحي والميثاقي بالاضافه الى ردود فعل الشارع السوداني هذه النقاط المهمه جدا التي سنناقشها بعد قليل ولكن ننتقل الان الى ملف اخر مهم هو الملف الليبي الرابع والعشرون من ديسمبر هو التاريخ الذي ينتظره الليبيون لانتخاب اول رئيس لهم منذ الاستقلال ولاختيار مجلس للنواب ينهي حاله الانقسام السياسي بين شقي البلاد الشرقي والغربي، لكن هذا الموعد بات محل تشكيك كبير مع ما يواجهه من حملات اعتراضات وتهديدات مباشره من بعض الاطراف للمفوضيه العليا للانتخابات. أبرزها التي يقودها خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة وبعد لقاءات أجرها مع المسؤولين الأتراك وجه المشري مذكرة لمجلس الأمن بشأن ما سماها بالخروق من مجلس النواب ومن فوضية الانتخابات للقرارات الدولية حول ليبيا ويأتي ذلك بعد أن أصدر تسعون عضواً في مجلس الدولة بيانا حذروا فيه رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح من العواقب الخطيرة في حال تنفيذ قوانين الانتخابات واتهموا المفوضية بأنها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق هذا وأكد الموقعون على وجوب ألا تعيق الانتخابات ما جاء في خارطة الطريق ولا تجدون وجود قاعدة دستورية وتوافق سياسي كما شدد الاعضاء على رفضهم لتصرفات مفوضيه الانتخابات متهمين اياها بتقويض جهود الوفاق التي توصلت اليها الاطراف السياسيه في ملتقى الحوار السياسي لا يشرف احد ان يشارك في هذه الانتخابات سواء كان ناخبا او كان مرشحا هذا وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس غدا مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا بمشاركة قادة ومسؤولي الدول المعنية والمرتبطة بالأزمة الليبية ويهدف المؤتمر إلى الدفع باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل بالإضافة إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها من أبرز الحاضرين كمال هارس نائبة الرئيس الأمريكي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معنا هنا في الاستوديو الدكتور عارف النايد رئيس تكتل إحياء ليبيا وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية دكتور عارف أهلا بك مساء الخير مساء النور دكتور عارف حضرتك من مواليد 1962 مه. باحث في الفلسفة الإسلامية رجل أعمال بالإضافة إلى سياسي يعني رئيس تكتل إحياء ليبيا أعلنت نيتك للترشح هل قدمت رسميا ملف الترشح ملف الترشح متكامل والحمد لله ونحن على وشك الترشيح التقديم التقديم لابد أن يكون شخصي فسأقدمه شخصيا في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله نعم من بين شروط الترشح دكتور عارف الجنسية الليبية وإن لم تكن أو إن كنت حاصلا على جنسية أخرى من المفترض أن تقدم إذنا أو استثناء نعلم بأنك لديك جنسية كندية بالإضافة إلى جنسية ليبية هل ما زلت تحمل الجنسيه الكنديه ذكرت الى حضرتك ان الملف متكامل ومكتمل لجميع الاشتراطات نعم. انا قلت في مقابله في 2016 اني تنازلت عن الجنسيه الكنديه نعم. وعندي ما يثبت وسيقدم ذلك في اوانه ان شاء الله نعم هذا فيما يتعلق بعض الاجراءات او بعض الشروط نعم. التي كانت من المفترض ان يجب الالتزام بها ولا محددة من قبل المفاوضيه نحن ملتزمون ان شاء الله بجميع الشروط نعم, نعم. فيما يتعلق بالتطورات الاخيره كل الليبيين سمعوا على الغالب تصريحات السيد المشري امس وتهديداته للمفاوضيه بعد ذلك تهديدات من قبل الميليشيات في طرابلس لهذه المفوضية والحديث عن حصارها الآن حديث المشي عن الاستعانة أو اللجوء لمجلس الأمن متهمة مجلس النواب ومفوضية بإصدار قانون يقصي بعض الأطراف هل تخشى من تكرار سيناريو 2018 أو السيناريوهات السابقة حينها كنت تنوي الترشح ولكن كل شيء تأجل وظروف الأمنية حالت دون إجراء هذه الانتخابات هو العجيب ان السيد المشري كان معنا في باريس في 2018 وعندما قرروا انتخابات ديسمبر 2018 نعم وكان موافق على الانتخابات الرئاسيه حضرتك ذكرتي عده بيانات او اعتراضات انا لا اراها الا اعتراض واحد وهو اعتراض السيد مشري ما قيل انه اعتراضات لبرلمانيين ليبيين تبين انها اوراق مزوره لان البرلمانيون خرجوا الواحد تلو الاخر ينكرون انهم وقعوها ايضا ما قيل انه بيان للمجموعات المسلحه في طرابلس وما جاورها ايضا اتضح انه مزور لان شخصيات عديده من التي ذكرت اسمائهم في تلك الوثيقه قالوا انهم لم يوقعوا على تلك الوثيقه فحقيقه الامر حتى النص يعني متشابه مع بعضه البعض ويبدو انه كتب من قبل شخص واحد واعتقد ان تصريحات السيد المشري تدل على ان هذا الشخص الواحد هو المشري والذي يعني يمثل طيف واحد في يعني الساحه الليبيه لا يجوز ان يؤخر شخص واحد ان يعرقل انتخابات يريدها الشعب الليبي الشعب الليبي يعني قال صوته بصوت عالي في استبيانات الراي التي اطلع عليها العالم وايضا من خلال بيانات المجالس الاجتماعيه قدم بالامس الى مؤتمر باريس اكثر من 12 بيان من مجالس اجتماعيه ليبيه من كافه لا. انحاء ليبيا فلا يجوز ان ان يترك لشخص واحد ان يخرب الانتخابات، واعتقد ان مؤتمر باريس عليه ان يتخذ اجراءات بهذا بهذا الصدد، مجلس الامن كان واضحا في قراراته الاخيره من ان معرقلي الانتخابات لن لن يترك لهم الفرصه، واعتقد ان انه من المهم جدا ان يقول مؤتمر باريس قولا واضحا في هذا الصدد، لانه لا يجوز ان يخرب شخص واحد هذه الانتخابات الليبيه التي نعتقد ان ان الكل يتطلع اليها منذ سنوات طويله. نحن ننتظر بالتأكيد مخرجات مؤتمر باريس غدا ولكن قبل ذلك تقول أن كل البيانات على ما يبدو صادرة من شخص واحد هو المشري هك هكذا يبدو يعني بيانات عجيبة غريبة لا تتخوفون إذن من اندلاع مواجهات مسلحة بل بالعكس نحن نعتقد أنه ستندلع مواجهات مسلحة إذا ما حاول أحدهم المماطلة أو التأجيل هذه المرة نعم وأعتقد أن المجالس الاجتماعية في كافة أنحاء ليبيا أيضا التكتلات السياسية والأحزاب السياسية وال والجمعيات الشبابية والاتحادات النسائية كلها واضحة في في مطالبتها بالانتخابات نحن نعتقد يعني المشري يهدد ويعني يقول بأن وراءه قوة ويهدد بهذه القوة أعتقد أن هذه التهديدات تخريب مباشر للانتخابات وأعتقد أن التهديد الأكبر هو عدم إقامة الانتخابات أو المماطلة فيها لأن ذلك سيحدث يعني خللا كبيرا في في ليبيا وأعتقد لن لن تحمد عقبة نعم. أنا أعتقد أن هذه المرة لن يستطيع المشري وزملائه في طيف إيديولوجي معين من تأجيل الانتخابات وأشجعه على الدخول في هذه الانتخابات يعني قد قد يختار الشعب الليبي السيد المشري وأنا سأقبل بالنتائج إذا إذا اختار الشعب ترى مؤشرات على إمكانية اختيار الإسلام السياسي في ليبيا أعتقد أنه, أنه يجب عليهم أن يحترموا الديمقراطية التي يتبجحون بها نعم. وان يدخل المحك، لماذا لا يدخل السيد المشري الانتخابات ويواجه الاخرين؟ واذا اختاره الشعب الليبي نقبل جميعا بهذه بامكان اللحاجة. الاسلام السياسي ان يعني يفوز، هل هناك مؤشرات في الداخل الليبي؟ والله لا احد يضمن اي شيء في ليبيا، الكل عليه ان يقنع الشعب الليبي ببرنامجه، نحن نعم. عندنا برنامج اسمه احياء ليبيا، فيه ليبيا متالقه، فيها هيبه، فيها بجمالها، فيها ليبيا هانئه بامنها وامانها، زاهره باقتصادها، سمحه بتسامحها، مصالحة الوطنيه وايضا نقيه من الفساد ومن ومن يعني المرض ومن ومن التلوث ومن هذه الشوائب التي خربت حياة الشعب الليبي لمده عشر سنوات جميل في هذا البرنامج او حول هذا البرنامج سنتحدث وسنتحدث عن المشاكل المتصاعده في الداخل الليبي كنت طرحت دكتور رؤيه واضحه او تقول انها متكامله لاخراج المرتزقه وحل مساله الميليشيات هذا الملف كان حاضرا في العديد من اللقاءات نعم الدوليه وحاضرا في النقاش الليبي ومع هذا لم وسيكون حاضر في باريس ايضا ان شاء الله ومع هذا لم يحل الى غايه الان، هل تستطيع ان اصبحت رئيسا لليبيا او يستطيع اي رئيس ليبيا ان يحل هذا الملف وكيف؟ اولا ليس من الانصاف ان نقول ان هذا الملف لم يحل، انا احيي نعم يعني من خلال هذا البرنامج لجنه خمسة زائد خمسة وهي متكونه من ضباط ليبيين من كافه انحاء ليبيا شرقا وغربا وجنوبا. وهم ضباط ليبيون بامتياز استطاعوا لا فقط ان يوقفوا اطلاق النار ولكن ان يؤسسوا اساسا متينا للحياه السياسيه التي نعيشها اليوم ولامكانيه الانتخابات. فانا اعتقد ان الخمسه زائد خمسه بالامكان تطوير هذه اللجنه لتصبح لجنه لتوحيد الجيش الليبي لاعاده بناء الجيش الليبي بشكل موحد يحمي كافه التراب الليبي والسواحل الليبيه والاجواء الليبيه والضباط الليبيون الحمد لله رب العالمين دارسين في نفس الكليات العسكريه هم اخوه في الوطنية وقد اثبتوا وطنيتهم حقيقة من خلال الست جلسات التي حصلت في القاهرة على مدى السنوات، ثم ايضا من جلسات الخمسة زائد خمسة في جنيف وغيرها، نعم. ونحن نستبشر خير ان في باريس ان شاء الله سيتم التاكيد على موضوع اخراج القوات الاجنبية ولكن عمليا لم يخرجوا، الحكومة الليبية واقول انقل تصريح عن وزيرة الخارجية رجل المنقوش التي كانت قالت ان حل هذه المسالة لن يتم الا بعد هذه الحكومة المنتخبة الجديدة أنا لن أتحدث يعني الكيانات المنتخبة لن أتحدث باسم حكومة دبيبة ولا هو له وزيرة خارجية وتستطيع أن تتحدث باسمه ما أقوله إن لا ولكن أقول فقط أنا أن أنا المسألة لم تحل لم تحل لم تحل, لم تحل ولكن في باريس إن شاء الله آه الزام الجميع بقرارات مجلس الأمن سيكون يعني لا ثابت آه الدول الأعضاء في مجلس الأمن كلها بما في ذلك لا. روسيا ملتزمه بقرارات مجلس الامن التي صدرت واعتقد انه الان ان الاوان ان يضغط على الجميع بالخروج من ليبيا. نعم اذا كان لليبيا رئيس منتخب ان شاء الله في القريب العاجل وبرلمان منتخب قوي وطني سيطالب بخروج الجميع ولن يستطيع احد ان يقاوم طلبات خروج من رئيس منتخب ومن برلمان منتخب. نحن في ليبيا بحاجه الى تجديد الشرعيه لان تجديد الشرعيه هو تجديد هيبه الدوله الليبيه وصولة الدوله الليبيه وكيان الدولة الليبية بحيث تستطيع أن تخرج كل هؤلاء نعم تعوي كثيرا على ما يبدو أو سقف على الأقل سقف التفاؤل مرتفع مما هو ظاهر فيما يتعلق بمؤتمر باريس هل تتوقع توقيع أو فرض عقوبات على شخصيات الليبية من معرقلي الانتخابات؟ أتوقع الكثير من مؤتمر باريس لأن التحضير له يجري منذ شهور نعم. ولأن فرنسا كان لها دور رائد حقيقة ومشكور في قرارات مجلس الامن التي صدرت الحضور الامريكي المميز بنائبه رئيس امريكا حضور مهم جدا نعم. وفيه اشاره واضحه بان الولايات المتحده الامريكيه مصره على تطبيق قرارات مجلس الامن واحترام الاراده الليبيه احترام اراده الشعب الليبي نحن امام مرحلة تاريخية فيها تطابق بين الإرادة الدولية والإرادة الليبية الشعبية. تنتظرون الكثير العقوبات من بين الكثير الذي سيقدم دوليا بالنسبة ل... بالنسبة لموضوع العقوبات يعني موضوع قانوني شائك وصعب، ليس بالضرورة أنه سينتج عن باريس ولكن أعتقد أن هناك يعني عندما يهدد أحدهم باستخدام العنف وعدم قبول النتائج الانتخابات والمماطلة فيها يجب أن تقابل عليه العقوبات وخرج يعني بعض الاصوات خرجت هددت رئيس المفاوضية يعني بالعنف هكذا شخصيات يجب ان تقدم للعقوبات حقيقه لان هذه العقوبات يجب ان تكون رادع اراده الشعب الليبي يجب ان تحترم وهذا كل ما نطالب به في احياء ليبيا هناك شخصيات رفضت كل الانتخابات ولكن هناك شخصيات انتقدت بعض المواد في قانون الانتخابات مثلا سيدة بيبة انتقد المادة الثانية عشرة السيد دبيبة رئيس الحكومه الليبيه رئيس الوحده كان قدم تعهدا في لجنه الحوار بعدم الترشح ولكن على الاقل بحسب ما ينقل عنه ينوي الترشح ان بالفعل السيد دبيبة ترشح هل ستقدمون طعلا سنادا على التعهد وتوقيعه لهذا التعهد نحن في احياء ليبيا من اهم ركائزنا دوله القانون عندما نعم. نقول دا ليبيا هانيه نقصد دوله القانون دولة القانون لا تطبق او لا لا يمكن بناء دولة القانون بمخالفة القانون. نعم. نحن جميعا تحت القانون الليبي، والقانون الليبي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الان واضح وجلي واعلن عنه من خلال المفوضية، يجب ان يحترم هذا القانون والا نتلاعب بمواد هذا القانون. المادة 12 التي ذكرتها حضرتك مادة تنطبق على الجميع. نعم. كل ما من كان في وظيفة رسمية كان عليه ان يستقيل في 24 سبتمبر الماضي. وهناك شخصيات استقالت من أماكنها وتنوي الترشح يبدو على لأنها استقالت وجهزت نفسها لذلك من لم يستقيل لا يعني يجب ان ان يحترم القانون، لا ان يحاول ان يغير القانون على هواه، اما بالنسبه للتعهدات التي وقعت في جنيف، نحن ليبيا يعني للاسف من 2011 من خلال قرارات 1970 و73 لمجلس الامن تحت البند السابع، وليبيا موقعه على ميثاق الامم المتحده اللي فيه البند السابع. اي اي تعهدات وقعت تحت القانون الدولي هي اصلا تعتبر تحت القانون الليبي ايضا هذه التعهدات حقيقيه قانونيه ليست تعهدات فقط سياسيه واخلاقيه مع ان أنا في اعتقادي ان التعهد الاخلاقي ما زال اقوى من التعهد القانوني لكن لنفترض يعني كما يقال فنحن نعتقد بان هناك ما يكفي من الضوابط القانونيه لالزام الجميع باحترام القانون هذا كله ما نطلبه. نعم لنتحدث عن سيد بي. انا لا 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 يعنيني ترشح فلان او او هو او, مرشح فلان. محتمل ومرشح قوي على ما يبدو نعم انا انا ما يعنيني ان عندي وزملائي احنا نحن فريق لست فرد عندنا رؤيا اسمها احياء ليبيا بركائزها الاربعه نحو ليبيا متالقه لا يعنيني من سيترشح بل بالعكس اشجع على ترشح الجميع على ان نحترم جميعا القانون لا لا اريد ان شخص هذه المساله لا. الكل يجب ان يحترم القانون علي انا ان احترم القانون وعلى سيد بيبا ان يحترم القانون وجميع المترشحين نحترم القانون دعني أتحدث عن إسم آخر آه ولكن هنا لا نتحدث عن إمكانية ترشيحه أو المعلومات المتوفرة لا. وإنما آه عن علاقتك به آه حضرتك من الشرق الليبي من بني وليد تحديدا ورفلة القبيلة بني وليد هي في الغرب بس أنا آه مولود في بني غازي ولكن من ورفلة آه يعني, آه يعني آه هذه <applause> قصة شرق وغرب وتقسيم ليبيا وشرق وغرب يعني لماذا ولكن آه الحسابات موجودة أنا قبيلتي من الغرب ولدت في بنغازي واعتز بها وكنت رئيس النادي الاهلي بنغازي تربيت في طرابلس وفي مدارسها العتيقة من احمد قنابل حيدر الساعاتي لي ولكن محسوب اعلاميا دكتور عارف يعني انا محسوب على ليبيا لا و محسوب على ليبيا و ولكن افتخر باني ليبي يعني بالتأكيد ومحسوب على الجنوب لان قبيلتي ممتده للجنوب ايضا فيعني هي قبيله حقيقة هي حقيقة يعني؟ ممتده ولكن تعلم بان هذه المفارقات لم اخلقها انا وانما هي لا موجوده لا في الساحه الليبيه لهذا دائما تحسب الدكتور عارف ونحن نتابع هذا الملف تحسب على الشرق الليبي ويقال ان هذا الشرق الليبي أنا نفس الوعاء نحسب على الشرق الليبي ويشرفني ان أحسب على كل على الغرب ليبيا بالتأكيد. الليبي وعلى الجنوب الليبي على كل ذره در من ذرات ليبيا آه بالتاكيد ولكن حقيقه ليس هذا سؤالي وانما آه شخصيه اخرى من الشرق الليبي خليفه حفتر نفس نعم. الحاضنه او لنقول نفس الوعاء الانتخابي ان ترشح آه وان كنت اذكرت بان لديك انصار او انك من كل ليبيا وليس من الشرق الليبي فقط آه الان ما علاقتك بخليفه حفتر و... وألن يكون هذا الأمر ترشح خليفة حفتر الذي يقال أنك قريب منه تشتيتا للأصوات بينكما؟ أولا أنا قريب من كل الليبيين باستثناء خط مؤدلج معين معروف يعني موقفي من المؤدلجين الذين لعبوا برجالات ليبيا الكرة برؤوسهم الكرة في بنغازي لا. وفي غيره فعندي موقف واضح وجلي من الخط المؤدلج المعروف اما كل الليبيين وكل المترشحين الليبيين مرحبا بهم وكل وكلهم تربطني بهم علاقه ممتازه علاقتي بالجيش الليبي ما هي انا كنت سفير ليبيا في دوله, دولة الامارات العربيه المعادة. المتحده كسفير مثلت البرلمان الليبي والحكومه الليبيه الشرعيه المنبثقه عن البرلمان والجيش الليبي تابع للبرلمان انا خدمت الجيش الليبي ودعمت الجيش الليبي وتحدثت في المحافل الدوليه على دعم الجيش الليبي هذا ليس دعما لشخص بعينه ولا لفرد بعينه ولا لشخصيه بعينها انا دعمت البرلمان الليبي المنتخب من الشعب الليبي احتراما لاراده الشعب الليبي ودعمت الحكومه الليبيه المنبثقه من البرلمان والجيش الليبي المنبثق من البرلمان هذه هي العلاقه فقط لا غير اما علاقتي به كمرشح او غيري كمرشح انت ترشح هذا يعني انا مع كل المترشحين اراهم زملاء في الترشح واشجع الجميع على الترشح لان هذا الترشح فيه احياء لمفهوم الديمقراطيه والانتخابات والتداول السلمي وتسليم السلطه من من حكومه الى حكومه بناء على الانتخابات. مرحبا بجميع المترشحين ولكن دعني هنا انقل نعم. وجهه نعم. نظر وانا نعم. متاكده حضر. انك سمعت وجهه النظر هذا من ليبيين يقال وهذا امر متداول عارف النايض مرشح اكثر قبولا في حال اقصي خليفه حفتر أنا لا أحسب موضوع ترشحي بالمقارنات أنا أحسب ترشحي كواجب وطني أن الترشح في حد ذاته واجب وطني لنحيي الانتخابات ونحيي أن فكرة ليبيا يكون لها رئيس منتخب نحن في تكتل إحياء ليبيا وفي مجمع ليبيا الدراسات المتقدمة عملنا لسنوات طويلة حتى نصل إلى هذا النصر المهم وهو نصر الانتخابات قيام الانتخابات الرئاسية في حد ذاتها والبرلمانية انتصار مسألة من سيترشح من لن يترشح هناك من يقول لو سيف ترشح لو سيف ما ترشحش لو حفتر ترشح ما ترشح هذه الحسابات لا تعنيني ما يعنيني هو ان عندنا برنامج اسمه احياء ليبيا نعم يرى ان ليبيا يجب ان تتالق بهيبتها وبجمالها بركائزها الاربعه ليبيا الهانيه ليبيا الزاهره ليبيا السمحه وليبيا النقيه هذه الركائز الاربعه هو هو ما يعنيني في الانتخابات لا لن اقارن نفسي باي مترشح وليبيا التي ترتبط بعلاقات وديه مع دول الجوار كنت تحدث عن علاقات دول الجوار حتى في برنامجك وبالإضافة الى دول اخرى لنتحدث في البدايه عن تركيا اي رئيس منتخب لاحقا سيكون مكبلا بمجموعه من الاتفاقيات مع تركيا ليس هذا فقط لا نتحدث عن الاتفاقيات الاقتصاديه وانما ليبيا بطريقه ما في السنوات الماضيه باتت في جزء من الصراع الاقليمي وبعض الأطراف داخل ليبيا جعلتها أقرب لتركيا كيف ترى الدور التركي في ليبيا وكيف يمكن حل هذه الأزمة شكل الدور التركي هذا؟ أنا أعتقد أن أن يكفي ليبيا يعني تشتتا بين التصارعات الإقليمية. ليبيا يجب أن تكون للليبيين ويجب أن تكون المصلحة الليبية هي المصلحة العليا. لا, لا مصلحة تلك الدولة أو أخرى أو اصطفافات إقليمية. نحن يجب أن تربطنا علاقات ممتازة بجميع الدول دول الجوار أولا ودول المحيط الليبي المتوسط والعربي والإفريقي ويجب أن تربطنا علاقات جيدة بتركيا وبجميع الدول بجميع الدول بلا استثناء إسرائيل؟ الآن مصدر إسرائيلي أو اليوم مصدر إسرائيلي كان يقول بأن الكثير من الدول العربية لديها علاقات ولديها اتصالات بينها ليبيا إن أصبحت دكتور عارف رئيسا لليبيا هل نشهد تطبيعا للعلاقات الليبية الإسرائيلية؟ مسألة التطبيع والعلاقات الدولية يجب أن تكون مسألة برلمانية محضة اسألي عنها البرلمان الليبي المنتخب القادم إن شاء الله ولكن ألن تطرح في في ألن البرلمان الليبي الذي يمثل الإرادة الليبية وما يقرره الشعب الليبي هو الذي سيحصل أما محاولة القفز على إرادة الشعب الليبي نعم. بمثل تلك الاتفاقيات التي وقعها السراج مع إيطاليا ومع تركيا والتي لم يوافق عليها البرلمان قط هذا القفز يجب أن لا ليس لديكم أي موقف هذا من القضية؟ الناس الذين يحذرون من الدكتاتورية يجب أن يعرفوا أن ليبيا حكمت خمس سنوات بلا انتخابات وفي خلال هذه الخمس سنوات قفز على إرادة الشعب الليبي وتم الدخول في اتفاقيات ملزمة يعني اعتبرها اعتبرها الناس ملزمه وهي في الحقيقه غير ملزمه. نعم. لماذا؟ لان البرلمان الليبي لم يوافق عليها. مساله العلاقات هذه مساله برلمانيه مساله برلمانيه أتفهم. ولكن على نعم. الاقل ان اصبحتم رئيس للجمهوريه وحتى ان بقيتم كسياسي وسياسي معروف جدا في الساحة, في الساحه الليبيه. ما موقف الدكتور عارف النايض من تطبيع العلاقات مع اسرائيل خاصه بعد المعلومات والمصادر التي كانت تتحدث عن لقاءات وعن لقاءات مع من مع لا لا الان من يمثل الدوله الليبيه السيد دبيبه رئيس لا الوزراء والسيدة نجلان منقوش وزيرة الخارجية ورئيس المجلس الرئاسي سيد محمد المنفي اسأليهم هم إن كانت لهم مداولات أو علاقات لا أتحدث عن العلاقات الموجودة. نعم. أنا يعني. موقفي أن ما يريده الشعب الليبي من خلال برلمانه المنتخب هو الذي سيحصل ولن أقفز على على أي شيء افتراضي من الآن لا ترغب في الإجابة عن هذه النقطة لا لا سعر. أنا جاوبتك بس أنت لا تحبين الإجابة التي أعطيتها بس يعني أنا جاوبتك لا أنا أسألك, أسألك, أسألك أنا في عن أن العلاقات الدولية من هذا النوع هي مسؤوليه البرلمان ويجب ان تحترم مسؤوليه البرلمان لانها تمثل اراده الشعب الليبي نعم. ويجب ان لا يسمح لاي رئيس قادم بان يقفز على الاراده اراده البرلمان مثل ما حصل في عهد دبيبه وفي عهد السراج قبله يعني اذا ستترك هذه المساله للبلغ. للبرلمان الليبي نعم أوكي. المصالحه ملف اخر ليبي نعم. هل ما حقق إلى غاية الآن كاف أم يحتاج الليبيون إلى خطوات أخرى يعني المصالح نحتاج المصالح وكيف؟ نحتاج إلى خطوات أخرى نحن نعتقد يعني إحدى ركائزنا في إحياء ليبيا مسألة ليبيا سمحة وهي ليبيا التسامح والمسامحة والمصالحة الوطنية الحقيقية وأول شيء في المصالحة الوطنية الحقيقية شيء مهم نعم. النقطة الأولى الندم على ما فات والاعتذار على ما فات وهذا مهم جدا المصالحة ليست شراء دماء الناس المصالحه يجب ان تكون مبنيه على ندم على ما حصل واعتذار للمتضرر وجبر للضرر وجبر للخواطر هذا 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 في غايه الاهميه النقطه الثانيه انها يجب ان تكون منصفه وعادله مع الجميع يجب ان لا يكون هناك تفرقه بين الدماء الليبيين ليست هناك دماء يعني مقدسه ودماء تترك كل الدماء الليبيه كلهم شهداء عند الله إن شاء الله عز وجل ندعو المولى عز وجل وكلهم يحترموا وكل المتضررين يحترموا بلا استثناء لا نفرق بين مقبرة جماعية ومقبرة جماعية لا نفرق بين مدينة ومدينة لا نفرق بين سجين وسجين كل السجناء كل المعذبين كل الأسرة لا. كل يعني ليبيا مرت بآلام كبيرة جدا أهم نقطة المساواة بين كل الليبيين في الدماء في الأعراض في الاموال يجب ان تكون حرمه كامله لجميع الليبيين في كل هذه العناصر حينها تحصل المصالحه هذه في المحنية. الحقوق المدنيه اما للاسف الشديد ما حصل في السنوات الماضيه هو القفز على الميزانيات نعم. نريد مليارين لمصالحه كذا نريد مليار لمصالحه كذا وعندما نعطي مليار هنا نعطي مليار اخر هكذا مصالحه ليست مصالحه وانما نعم. للاسف الشديد يعني بيع رخيص لدماء الناس هذه في الحقوق المدنية تحدث كذلك عن الحقوق السياسية بعد تحقيق المصالحة حضرتك من الوجوه التي ظهرت بقوة بعد الثورة الليبية أو كنت من وجوه الثورة الليبية حينها ونتذكر بالتأكيد حضرتك منذ ذلك الحين الآن الحديث حول عودة أنصار النظام السابق وربما سيف الإسلام القذافي أو غيرها من الشخصيات إلى المشهد السياسي المصالحة تضمن كذلك عودة لهؤلاء سياسيا مصالحه سياسيه ايضا طبعا 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 اي ليبي انت ليبي ولا مش ليبي ليبي ليبيه ولا مش ليبيه ليبيه اذا اذا عندهم حقوق سياسيه كامله يمارسون كافه الحقوق السياسيه يشكلون احزابهم ويدخلون في الانتخابات انا يعني بالعكس يعني كل ليبي يجب ان يجب ان ان يدخل في هذه الانتخابات نحن في احياء ليبيا نعتقد ان نصف الشعب الليبي نساء ويجب ان يكون لهم نصف الاماكن والوزارات والمسؤوليات وكافه الحقوق فنحن مع المشاركه السياسيه الكامله لكل الليبيين فقط يستثنى من من هذه المشاركه الارهابيون الذين لا يحترمون الدولة الوطن والذين يريدون أن يفجروا الآخرين هؤلاء, هؤلاء هم الاستثناء الوحيد أما باقي, باقي ليبيا كل ليبي من حقه وكل ليبيا من حقها المشاركة نسيت في البداية أن أعرفك بأنك كذلك من الوجوه التي يقال أو توصف بالصوفية وخاصة الصوفية في شمال إفريقيا وفي ليبيا تحديدا لديها أهمية وباع كبير في إجابة سريعة حول هذه المسألة هذا نعم الوصف دقيق قبل يشرفني, يشرفني التصنيف لأن سيدي عمر مختار صوفي سنوسي. وسيدي إدريس السنوسي صوفي وأحمد زروق صوفي وصوفية ليبيا بالمناسبة هي صوفية سلفية سنية لا تنكر على السلفية شيء ففي ليبيا يستطيع الصوفي والسلفي أن يتعايش مع بعضهم من بعض ومع إخوتنا الإباضية أيضا عند السادة الأمازيغ نحن نرحب بالجميع ليبيا الجميع تحت القانون والشأن الديني يعني يجب, أن لا يستخدم في التسييس وفي تسييس الأحزاب هذا أمور ربانيه بين الانسان ورب في في طريق التعبد بين الله بينه وبين الله عز وجل والدوله يجب ان تحكم بمعايير الخدمه المواطن يجب ان يخدم في احياء ليبيا نحن نؤمن بان الانسان هو مركز الامور وان الحكومه دورها ان تخدم صوفي سلفي امازيغي اباضي عربي تاباوي تارجي يجب هذا الليبي ان يخدم واذا كان في الحكومه يجب ان يخدم كافة الليبيين بلا تمييز هذا ليس غريبا تزاوج الصوفية بالسياسة في ليبيا وفي شمال إفريقيا ككل مثل ما ذكرت في كل أحوال شكرا جزيلا لك بارك على قبول الدعوة شكرا الله. جزيلا لك شكراً. كنت هنا معنا في الاستديو الدكتور عارف النايد رئيس تكتل إحياء ليبيا أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية شكرا جزيلا لك وحظ موفق شكرا جزيلا بارك الله فيك نعود مرة أخرى إلى تطورات الليبية اليوم حيث شدد رئيس مجلس السيادة السوداني أو عفوا شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كفاءة مدنية ديمقراطية تمثل تطلعات الشعب السوداني وأكد حرصه التام على حماية الثورة وعلى تحقيق الانتقال الديمقراطي والتزامه بالحوار مع كل القوى السياسية للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة وصولا انتخابات حرة ونزيهة وبالتزامن مع تلك التطورات السياسية أفادت مصادر الحدث بأن باريس أو أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيعلن لاحقا تعييد هنود أبيا كادوف رئيسا للوزراء في إشارة على ما يبدو إلى رفض قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك العودة إلى ترأس الحكومة بعد حديث عن شروط طرحت ولم يقبل بها. من الخرطوم ينضم الينا مدير مركز الدراسات الدوليه والخبير الامني الفريق حنفي عبد الله. سياده الفريق اهلا بك على شاشه الحدث وفي الاخبار الليله. اذا مجلس سياده جديد يعين الان. العديد من الملاحظات المهمه التي يمكن ان تناقش باستفاضه، ولكن في البدايه تعليقك حول شكل هذه حول شكل مجلس السياده الجديد ولماذا اعلن وشكل من المكون العسكري فقط الن يعتبر, يعتبر هذا الامر ربما اضافه لانزعاج الشارع السوداني الذي كان يطالب بعوده المدنيه وعوده الشراكه بين المدنيين والعسكريين شكرا جزيلا تحية لك وللمشاهدين أنا أعتقد ما, ما جرى اليوم هو يعني انتظار لمخاط طويل بعد أن أتيحت الفرصة لكثير جدا نعم. من الحوارات والوساطات ما بين هنا وهناك ولكنها لم تؤدي إلى نتائج ملموسة بصورة واضحة جدا وبالتالي تم تشكيل عدد تشكيل مجلس السيادة ب بوجود ممثلي القوات المسلحة أو وكذلك اتفاق سلام جبا وإضافة ممثلين تم اختيارهم بالتفاوض يعني ما بين مكونات الأقاليم نعم. وبالتالي هؤلاء هم مدنيون يمثلون أقاليم السودان بالإضافة إلى إجراء إرجاء ممثل لشرق السودان لمزيد من التشاور ما بين قوى الـ 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 الوطنية ولكن من المفترض أن يختار المدنيون من قبل قوى الحرية والتغيير هذا بحسب الاتفاق السياسي هذه الاتفاق السياسي وفق ما تم في 25 اكتوبر تم لا. الغاء هذه الشراكه بصوره واضحه جدا وكانت المفاوضات جاريه في اطار هذه المساله وكانها اصطدمت بالشروط التعجيزيه وصدر بعد اعلان مجلس السياده اربع قرارات اخرى ادت الى الى تجميد عدد من بنود الوثيقه الدستوريه هي الماده 11 و12 و15 و16 وهي تتعلق بتشكيل تشكيل الحاضنه السياسيه وحذف قوى الحريه والتغيير وبالتالي استعاضه عنها بالقوى الوطنيه التي تمثل السودان بدون اي اتجاه لهذه التيارات التي كانت في الحاضنه السياسيه وبالتالي انا اعتقد أن هذه الصورة ستؤدي إلى مزيد من الإجراءات المتعلقة بتكملة هياكل الفترة الانتقالية والعمل بموجب ما تم وتشكيل الهياكل القانونية القضائية أو النيابية والمحكمة الدستورية وصولا إلى تشكيل إلى الإعلان عن نعم. رئيس مجلس الوزراء وتشكيل مجلس وزراء بالتشاور مع القوى السياسية وليس مع الحاضنة السياسية السابقة التي كانت الحرية والتغيير التي حزفت بموجب التعديل الذي تم في الماده 11 و12 كما نعم. ورد اليوم نعم تقصد هنا قوى الحريه والتغيير اقرا الان بعض الاسماء من مجلس السياده بحسب ما اعلن مالك عقار الطاهر ابو بكر حجر والهادي ادريس هم ممثلو الحركات المسلحة من اللافت جدا بأن هؤلاء منذ أيام فقط على ما يبدو ربما في السابع من هذا الشهر كانوا أصدروا بيانا مشتركا أدانوا فيه اجراءات البرهان ووصفوها بالانقلاب وجودهم اليوم في, هذه في هذا الإعلان لمجلس السيادة هل يعني أن اتفاقا تم في الساعات والأيام الماضية بعد إعلانهم وبعد بيانهم ام ان وجودهم كان اعلان امر واقع فقط هذا كان يعني اعتبر من من احدى ردود الفعل ولكن في اطار التشاور والحوار عندما وجدوا حقيقه ان هذا الامر هو في اتجاه المصلحه الوطنيه وتصحيح للمسار تم الاجراء ذلك وهناك كثير جدا من الحوارات وما الى ذلك التي تمت بفهم حقيقي لي يعني اتجاه المطلوب لهذه هذا التحول وهذا التغيير الذي سيؤدي الى

تحول ديمقراطي حقيقي يمثل لاول مره يعني اقاليم السودان المختلفه بصوره واضحه جدا تمثيل حقيقي للقوى الوطنيه التي من خلالها سيتم تعضيد هذه المرحله الانتقاليه والاسراع في تشكيل كافه الهياكل الفتره الانتقاليه وصولا الى مجلس وزراء مستقل ومن الخبراء يقوده رئيس وزراء كان يعني الاتجاه نحو اعاده الدكتور حمدوق ولكن كثير جدا من الـ 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 الشروط التي وضعت في في هذا الطريق التي افضت الى انه هناك تسريبات بانه البروف هانوده هو المرشح نعم. في يقود مجلس الوزراء في الفتره القادمه. نعم جميل سنعود الى هذه النقطه رئيس الوزراء السوداني الجديد ولكن بحسب التسريبات باعتبار بان الاعلان الرسمي لم يتم بعد ولكن قبل ذلك نعم مواقف الحركات المسلحه متضاربه فيما يتعلق باجراءات البرهان مثلما ذكرنا وصفت من بعض الحركات بالانقلاب فيما دعمت من حركات اخرى ما مصير اتفاقات السلام بعد اعلان مجلس السياده هذا هذه الأحاديث التي تقال يعني قبل ثلاثة أيام صدر بيان مفبرك بأن الجبهة السورية ترفض نعم. هذه وتم إعلان رفض هذه المسألة أنا أعتقد كل ما ورد من خلال بيانات من هنا وهناك نعم. لم يتم تأكيدها هذه كلها في إطار الحرب الإعلامية أنا أعتقد أنه التشاور التام وصل الى مداه، واتفاق نعم. السلام واحده من المفاصل الحقيقيه التي حافظ عليها البرهان في قراراته في استثناءات في بصوره واضحه جدا، وبالتالي الفرصه الان مواتيه لتنفيذ اتفاق السلام بصوره سلسه جدا، والان بدات في في نعم. كثير جدا من مناطق السودان الترتيبات الامنيه انفاذا لاتفاق السلام، وستتوالى ذلك والمجتمع الدولي اذا عندما يرى تطبيقا حقيقيا لتنفيذ ما تم الاعلان عنه بصوره مجمله باشراك مدنيين حقيقيين واشراك كافه القوى الوطنيه ستتغير نبرته وصورته بيانا بالواقع الذي سيعيشه وانا اعتقد ان هذه الصوره هي الفرصه الحقيقيه واذا تم نعم. اذا لم يتبين يعني سواء كان القوى المحليه او المجتمع الاقليمي والدولي ان هذه المسائل هي اجراءات غير مطابقة سابق لما ما, ما يتم الاعلان وبعد ذلك لكل حادث حديث سيكون مجلس وزراء من المستقلين ليس لهم انتماءات سياسيه مجلس تشريعي كذلك كل مكونات الفتره الانتقاليه من هياكلها القانونيه المجلس التشريعي وما الى ذلك انا اعتقد وصولا الى كل هذه النقاط ومس من من الوزراء الى المجالس والكيانات الخاصه بالمرحله الانتقاليه كل هذه النقاط سنعود نعم لمناقشتها لاحقا ولكن نشرك في هذا الحوار كذلك ضيفنا من الخرطوم الصحفي محمد علي فزاري سيد محمد أهلا بك على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة كان سيدة الفريق يدافع عن بعض النقاط أو ربما الملاحظات الأولى على شكل المجلس السيادي الجديد هل رصدت الآن أي مواقف من المكون المدني ومن قوى الحرية والتغيير تحديدا فيما يتعلق بشكل مجلس السيادة الجديد؟ مساء الخير لك والمجد والخلود لشهداء الثورة السودانية و كافة شهداء السودانيين ضد نضالهم في نضالهم ضد الحكومات العسكرية السابقة والتحية أيضا لضيفك في الاستديو حقيقة قوى الحرية والتغيير أعلنت موقفها بالأمس بأنها رافضة للانقلاب ورافضة لكل الإجراءات التي تلي هذا الانقلاب باعتبار أنه انقلاب لوثيقة دستورية ولحكومة تم التوافق عليها وتشكيلها من كافة مكونات الحرية والتغيير هذا الموقف كان مسبقا وقرارات اليوم هي يعني تحصيل حاصل كما نقول في السودانية هنا لا لا تعني الكثير لأن قرارات الجنرال برهان هي تأتي بأنها قرارات الرجل الواحد وهي أيضا تأتي في إطار إحكام سيطرة الجيش على مفاصل السلطة نعم ولكن تعلم سيد محمد بين المكون العسكري يقول أنه انتظر كثيرا لا يمكن ترك السودان دون حكومة دون مجلس سيادة الآن كان عليه أن يتحرك بعد انه بعد فشل كل جهود الوساطه لهذا جاء مجلس السياده بشكل هذا الن يرضي الشارع طبعاً لا اتوقع ذلك لان الانتظار الكثير ماذا جاء به المجلس السيادي اليوم يعني ما هي الانجازات الكبيره والخارقه التي حققها البرهان وحميدتي والكباشي وياسر عطاء وفشل في تحقيقها المدنيين انا اعتقد انه تكرير لنفس الوجوه وتكرير لنفس المجلس السابق وربما هو تكرير للفشل ان كانت الحكومه السابقه او المجلس السابق فشل بمكونيه المدني والعسكري ما هو الذي يريد ان يقدمه المجلس السيادي الجديد فبعض اضافه أليس تم أي جديد؟ أليست هناك أي ملاحظات أو أسماء يعني ربما ترضي الشارع؟ الأسماء الجديدة هي حسب حديث الفريق البرهاني أنها جاءت تمثل أقاليم السودان لكن ما هي الآلية وما هي المعايير التي من هم تقصد, تقصد سلمى عبد الجبار يعني. وعبد, وعبد الباقي الزبير هؤلاء تقصدهم أو أبو القاسم محمد وأبو القاسم وغيرهم نعم نعم الاسماء التي جاءت بانها تمثل الاقاليم، يعني هل تم استفتاء اقاليم السودان وهل تمت مشورة اهل الاقاليم تلك واختاروا هذه الاسماء ام في تصويت ام هذا الاختيار تم بناء على طريقه معينه يريدها رئيس المجلس السيادي ان تكون هذه هي يعني الاسماء المرضي عنها ولا يمكن ان تشغل المنصب المنصب في مجلس السياده. في تقديري أن أي تدخل للجيش بدعوى أنه يريد أن يصحح الأوضاع أو أن الانتقال المدني الديمقراطي فشل، هذا كلام غير صحيح. كلنا شهدنا الانتخابات الأمريكية وما حدث فيها من تعنت الرئيس الأمريكي ترامب. أمريكا العظمى الجيش فيها لم يتدخل لتصحيح الأوضاع بإجراء انقلاب، وكان يمكن لذلك يعني، لكن نحن نتحدث عن دولة ديمقراطية ناشئة. لابد ان تكون هناك تجاذبات ما بين المكون المدني المدني المدني, المدني, العسكري ولكن بان تاتي الجيش وينقلب على الصيغه الدستوريه ويدخل الكثير من الوزراء في السجون ويقول اننا نريد ان نصحح الاوضاع وان الحكومه المدنيه فشلت فاذا ما هي ما هي الخريطه التي تبناها المكون العسكري للخروج بالبلاد من الازمات التي تحدث عنها ازمات اقتصاديه وسياسيه لا. ومن هو المتسبب فيها يعني نعم. مطروح ايضا لل... نعم. نعم دعنا ننتقل إلى مسألة رئيس الوزراء السودانية أو المحتمل باعتبار أن الإعلان الرسمي مثل ما ذكرنا لم يتم إلى غاية الآن سيدة الفريق هانود أبيكادوف اسم معروف في في الساحة القانونية والأكاديمية السودانية هو رئيس الوزراء المرشح المحتمل إلى غاية الإعلان هذا بحسب المصادر ليس ثمة إعلان رسمي إن كان بالفعل هو رئيس الوزراء السودانية الجديد آه هذا يعني بان كل الوساطات مع حمدوك فشلت آه هذا الامر هل سيكون مرضيا للشارع السوداني الاتيان بشخصيه مدنيه جديده والله السودان يعني مليء بالخبرات ومليء بكل ما يمكن أن يكون رئيسا للوزراء وبالتالي كانت هناك فرصة حقيقية لكي يكون الدكتور حمدوك هو يواصل مسيرته ويتم تعيينه رئيسا للوزراء ولكن كل المتاريس وكل التعقيدات التي وضعت لا لم تفضي الى شيء وتصلب بكثير جدا من الشروط والعوده الى ما قبل 25 اكتوبر وهذه فات فات اوانها بصوره واضحه جدا انا اعتقد الشعب السوداني يريد حياه حقيقيه يريد ان يعيش حياه طبيعيه يريد ان يستفيد من موارده ويعيش كما يعيش الاخرون دول لا تملك كافه يعني اقل من موارد هذا البلد وبالتالي التغيير نعم. الحقيقي سيكون في اطار تشكيل مجلس وزراء من المستقلين، المساله ليست حكما على هؤلاء، من الذي فوض الحريه والتغيير وما الى ذلك، هم تشاكسوا حتى في في استئصال من يشاركونهم في الحاضنه السياسيه الان الحاضنه السياسيه هي القوى الوطنيه، القوى الوطنيه التي اختارت من اقاليم السودان هؤلاء الممثلين لم يختارهم المجلس نعم. العسكري اختارتهم الأقاليم كل ممثل الأقاليم وكذلك سيتم اختيار الوزراء بهذه الشاكلة وسيتم اختار المجلس التشريعي إيه بهذه اختيار الشاكلة اختيارهم من قبل الأقاليم؟ وكذلك المفوضيات ما الآلية وباختصار شديد قبل أن ننتقل لسيد محمد القوة 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 قوى المجتمع المدني قوى المجتمع المدني لكل إقليم هو الذي اختار ممثلا له نعم. وتم ارجاء ممثل الشرق لحين يشترك قوى الشرق كلهم في الاجماع على شكراً شخص واحد وبالتالي ليس هناك تدخل من المجلس السيد محمد باختصار شديد في دقيقة هنود ابيكادوف ربما يكون رئيس الوزراء ربما أه تعليق سريع جدا حول هذا التعيين تم من إن فضلك في تقديري أي حكومة تتشكل أو تتكون في الغريب العاجل هي تكون حكومة مقعدة وكسيحة وغير قادرة على تلبية طموحات وطلعات الشارع السوداني الذي رافض لكل نعم. هذه الإجراءات الإنقلابية في تقديري أن الحكومة إن شكلت فهي تولد في رحم العزلة الدولية شكرا ما رأيناه من استفاف من المجتمع الإقليمي أقل من نصف حقيقة إن انتهى الوقت أردني على المقاطعة على كنت معنا الصحفي محمد علي فزاري وكان معنا مدير مركز الدراسات الدولية والخبير الأمني الفريق حنفي عبد الله شكرا جزيلا السلام عليكم <applause> نرافق القوات اليمنيه في طريقها الى جبهه الطينه. سقوط صاروخ بالستي فشلت الميليشيات الحوثيه في اطلاقه. ماذا يمكن ان نقرا من وراء الغارات التي شنها طيران التحالف. الميليشيات الحوثيه الى هذه اللحظه تخسر الكثير من معداتها ومن ومن قواها البشريه. نحن اول من نصل الى هذه الجبهه، جبهه الطينه بمحافظه حجه على الخطوط الاماميه. اعلن تحالف دعم الشرعيه في اليمن مقتل 264 حوثيا. مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيا الحوثي هذه المرة طالت المدنيين في دمار أن أكثر من 800 أسرة يمنية تم تهجيرها قسرا هذا الأسبوع. هناك 32 مليار دولار وصلت إلى هذه المنظمات لم يستفد منها هؤلاء النازحين. الوضع الإنساني في العبدية هل هناك تحركات من قبل المنظمات العالمية؟ تخبرنا الآن قوات الشرعية هنا أن هناك مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي وأن عائلة مغادرة هذه الجبهة الآن. هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل؟ قضية ستاح متاح وراح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام إيران فيها مشاكل عدة وهنا نتحدث ان العراق يقع بين نارين نار الميليشيات ونار داعش نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان انا شاعر بيتي شاعر العالم كله شاعر ما صرف اليوم من اموال في البنبان هو قمع لحريه الشعب السوداني والثوره مستمره سنوات كانت حافله بالاحداث غير المتوقعه تعلمنا انه لا يمكن التكهن باي شيء مستقبل مبهم وغامض واسئله جديده كل يوم اكثر الاخبار تعقيدا تصبح مفهومه عندما تحلل وتقرا بالطريقه الصحيحه وبالاستعانه بالخبراء والمختصين مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهما استوديو الحدث يوميا التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث عالمنا في تحول دائم تتغير المعطيات فتختلف النتائج نصبح على حدث ونمسي على آخر ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة من مكان الحدث من قلب الحدث بالدقه والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم عليك ان تحصل على المعلومات الصحيحه الحدث البرهان يصدر قرارا بتشكيل مجلس السياده الجبهه الثوريه تحافظ على مقاعدها حضور للاقاليم وغياب للمدنيين قوى الحريه ترفض التفاوض مع المجلس العسكري وسفراء الاتحاد الاوروبي لدى السودان يصرون على العوده للنظام الدستوري رئيس مجلس القضاء العراقي يستبعد وجود دلائل على تزوير الانتخابات وتحالف الفتح يهدد بمقاطعه العمليه السياسيه المشي يقود الخلافات بشان قانون الانتخابات لمجلس الامن وباريس تعقد غدا مؤتمر لدعم اجرائها في موعدها اول ردود الفعل على المرسوم الذي اصدره رئيس مجلس السياده السوداني عبد الفتاح البرهان بتشكيل مجلس السياده الانتقالي قال وزير الثقافه والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومه السودانيه المقاله حمزه الامير ان قرار قائد الجيش بتشكيل مجلس سياده جديد يمثل امتدادا للاجراءات الانقلابيه وفق قوله واضاف ان القرار يؤكد على صحه موقف الحريه والتغيير الرافض للحوار ياتي ذلك بعد ان رفض المجلس المركزي لقوى الحريه والتغيير التفاوض مع المكون العسكري وجدد مطالبته بعوده حمدوك لمزاوله مهامه أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي المرسوم الدستوري رقم 21 بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي على النحو التالي. الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا. كل قوات النظامية كلها كلها على قلب رجل تؤكد تمسكها بالتحول المدني الديمقراطي شعار ثوره ديسمبر حريه سلام عدالة والمدنيه خيار الشعب قد اثبتنا اليوم تمسكهم بالسلميه من الخرطوم تنضم الينا لينا يعقوب مراسله الحدث للمزيد من المعلومات والتفاصيل حول كل هذه التطورات السودانيه لينا اهلا بك مره اخرى لينا كنا نتحدث في الساعه الاولى للاخبار الليله عن اي ردود فعل كان من المبكر بالتاكيد الحديث عن ردود فعل ورصد هذه الردود ولكن على ما يبدو الان التصريحات تاتي من المكونات المدنيه او من شخصيات مدنيه تتحدث عن هذه الاجراءات الاخيره ما الذي رصد حول القرارات الاخيره بتشكيل مجلس السياده من ردود افعال وهل كذلك هناك دعوات او ردود فعل في الشوارع اهلا ساره نعم كما ذكرنا قبل قليل أهلاً. كانت هناك ردود فعل في بعض الاحياء في الخرطوم بتتريس هذه الشوارع هناك رفض ايضا من قطاعات واسعه حول اليه اختيار المكون المدني لا اعتراض على الاسماء في شخصها بقدر ما هو اعتراض على اليه الاختيار خاصه ان بعض الاسماء غير معروفه بالنسبه للشارع السوداني اقصد طبعا الاسماء من المكون المدني هناك حركات الكفاح المسلح وهم ثلاثه معروفون واعضاء المكون العسكري هم ذات الاعضاء السابقين وبالتالي فقط التغيير على أعضاء المكون المدني هناك نعم. عضو كان مستقل يمثل الشقة المدني آه تم اختياره من قبل الحرية والتغيير وهي رجاء نيكولا حتى اللحظة لا ردود أفعال من هؤلاء الأعضاء حول مثلا رفضهم آه أن يشغلوا هذه المناصب رغم وجود إعلانات آه بيانات عفوا مسبقة تشير إلى آه أن الثلاث أعضاء الطاهر حجر والهادي إدريس ومالك عقار أصدروا بيان واعتبروا أن ما حدث هو انقلاب كان هذا هو البيان الصادر منهم قبل ثلاثة أيام من الثلاثة لكن حتى اللحظة لا توجد ردود أفعال من, من هؤلاء سارة بالتالي يمكن أن نشير إلى أن ردود الأفعال هي تعترض على آلية الاختيار وكذلك من الجانب السياسي من المجلس المركزي للحرية والتغيير وكما ذكرت قبل قليل وزير الإعلام الذي تم عزله من قبل المكون العسكري في الحكومة السابقة اعترض أيضا على هذه التسمية تسمية مجلس السيادة الانتقالي حمزة الأمير وزير الإعلام والثقافة في الحكومة المقالة مثل ما قلت لينا ماذا عن الحكومة المرتقبة رئاسة الوزراء ربما تكون نود أبي كدوف هذا بحسب المصادر كنت تتحدثي عن هذه المسألة منذ قليل ولكن هل الإعلان سيتم اليوم أو في الساعات القليلة القادمة لرئاسة الوزراء؟ وماذا عن أعضاء الحكومة؟ كيف يعينون؟ كيف يختارون؟ نعم، سارة هناك نقطتين أساسيتين في هذا الأمر. نعم. الأولى إجرائية وهي تعني أن مجلس السيادة هو الذي يعتمد اسم رئيس الوزراء. مجلس السياده لم يؤد القسم فقط الذي ادى القسم هو عبد الفتاح البرهان نعم. كرئيس للمجلس السيادي اعضاء المجلس السيادي سيؤدون القسم غدا هذا المجلس هو الذي سيعتمد اسم رئيس الوزراء الوساطه التي كانت تعمل بين البرهان وحمدوك كانت تطلب بصوره اساسيه ان لا يتم اعلان اسماء مجلس السياده لان هذا الامر يشير بصوره واضحه الى فشل المحادثات، لذلك تم ارجاء اعلان الاسماء لخمسه ايام اضافه الى سبب اخر يتمثل في انتظار ممثل لشرق السودان، حينما لم يتم تسميه ممثل من شرق السودان وحينما فشلت المحادثات مع عبد الله حمدوك، تم اعلان المجلس السيادي الذين سيؤدون القسم غدا، من المتوقع بحسب المصادر ان يتم تعيين آه هنود آه ابيه كدوف رئيسا للوزراء، وهذا الامر ايضا يشير الى ان المكون العسكري الذي اختار اسماء المكون المدني من مجلس السياده هو ايضا الذي اختار رئيس الوزراء المرتقب، بالتالي نحن نتوقع ان يتم الاعلان عنه في غضون اليومين المقبلين بعد اداء القسم لاعضاء مجلس السياده. هنود ابي كدوف، هل يعني بان الوساطات او جهود الوساطات انتهت الان وفشلت؟ باعتبار ان حمدوك لن يعود رئيسا للوزراء ام يمكن الحديث عن استمرارها لغايه الاعلان الرسمي هي أقرب للفشل، آه لأنها كانت تتمثل أمس بأن يكون حمدوك العضو الخامس عشر في مجلس السيادة، لا. وهو الأمر الذي رفضته بصورة واضحة قوى الحرية والتغيير حينما أعلن بعض الممثلين الذين شاركوا في هذه المحادثات أن آه هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لهم أن يتم آه تغيير المقترح بعودة حمدوك رئيس للوزراء بأن يكون حمدوك العضو الخامس عشر للمجلس السيادي. هذا المقترح جاء بأن يكون أن يعني يشغل حمدوك هذا المنصب حتى يتم تقول اليه رئاسه المجلس السيادي في يوليو من العام المقبل يكون بذلك حمدوك هو رئيس للمجلس السيادي لكن رفضت القوى السياسيه والوساطه هذا الامر واعتبرت ان فيها آه فيها عدم عدم تقدير للشكل المدني الذي جاءت به لا. حكومه الثوره بان يكون حمدوك هو رئيس للوزراء حتى اللحظه المحادثات التي اجريناها مع المصادر التي هي جزء من هذه الاليه من اليه الوساطه تعتبر ان هذه الخطوه باعلان المجلس السيادة آه عنت بصورة مباشرة بأنهم أبعدوا حمدوك من المشهد وأفشلوا المحادثات التي تتم معه ومستشار البرهان يقول الآن أن مرسوم الصادر بتكوين مجلس السيادة متوافق مع الوثيقة الدستورية واتفاق السلام هذا في تصريحات الأخيرة القادمة من السودان المتعلقة بكل هذه التطورات السودانية سنناقش بالتأكيد هذه النقطة لاحقا مع ضيوفنا الكرام ولكن شكرا جزيلا لك على كل المعلومات والتفاصيل من الخرطوم كنت معنا لينا يعقوب مراسلة الحدث ومستشار برهان كذلك يقول ان مجلس السياده المشكل راعى التمثيل العادل للاقاليم وبأنه يتوافق مع الوثيقة الدستورية ومع اتفاق السلام هذا فيما قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إنه ملتزم بالحوار مع كل القوى السياسية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة وأكد البرهان حرصه على حماية الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة كفاءة مدنية ديمقراطية تمثل تطلعات الشعب اصدر الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي المرسوم الدستوري رقم 21 بتشكيل مجلس السياده الانتقالي على النحو التالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا الفريق اول محمد حمدان دقل موسى نائبا للرئيس الفريق اول ركن شمس الدين كباشي ابراهيم شتو عضوا الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا. الفريق مهندس مستشار بحري ابراهيم جابر ابراهيم كريمه عضوا. السيد مالك عقار اير عضوا. السيد الطاهر ابو بكر حجر عضوا. السيد الهادي ادريس يحيى عضوا. السيدة رجاء نيكولا عبد المسيح عضوا. السيد يوسف جاد كريم محمد علي يوسف عضوا، السيد أبو القاسم محمد محمد أحمد عضوا، السيد عبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر عضوا، السيدة سلمى عبد الجبار المبارك موسى عضوا، يرجى تعيين ممثل شرق السودان إلى حين اكتمال المشاورات بشأنه. ويسري هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. صدر تحت توقيعي في اليوم السادس من شهر ربيع الثاني للعام 1443 للهجره الموافق اليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر للعام 2021. وقبل هذا الاعلان الجديد لمجلس السياده السودانيه كان الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي جوزيف بورال قال ان الاتحاد يتابع بقلق بالغ بقاء رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قيد الاقامه الجبريه مع محدوديه قدرته على التواصل مع العالم الخارجي واكد بيان الاتحاد الاوروبي ان سفراءه لم يتمكنوا من لقاء حمدوك مره اخرى بعد ان اطلق الجيش سراحه كما دعا الاتحاد الاوروبي للافراج فورا عن جميع المعتقلين لدى السلطات العسكريه منذ الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي دعا ايضا قوات الامن السودانيه لضروره ضبط النفس واحترام حق التظاهر السلمي مع توقعات بخروج مظاهرات خلال الايام المقبله. وبحسب مستشار البرهان كذلك فان القائد العام للقوات المسلحه السودانيه ماض في استكمال مؤسسات الفتره الانتقاليه وصولا إلى الانتخابات وهذا هو كان قال مستشار البرهان أيضا أن إعلان المجلس السيادي يتوافق مع الوثيقة الدستورية ومع اتفاقات السلام الموقعة في السودان وأن هذا القرار استجاب للمبادرات المحلية والإقليمية والدولية لمناقشة بالتأكيد هذه التطورات من الخرطوم ينضم إلينا رئيس لجنة السياسات في حزب الأمة القومي إمام الحلو سيد امام اهلا بك على شاشه الحدث وفي الاخبار الليله هل بالفعل اعلان مجلس السياده بشكله الجديد يتوافق مع الوثيقه الدستوريه اهلا مرحبا أهلاً قناه الحدث ومشاهدي قناه الحدث الحقيقه بالقرارات اليوم ما حدث هو مزق الوثيقه الدستوريه اليوم أن في الأول عطل بعض المواد بقراراته ولكن اليوم هو مزغ الوثيقة الدستورية تماما لأنه تشكيل مجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية معروف يتم كيف الآن القرار بتكوين مجلس السيادة قرار من قائد الجيش ثم في المادة 72 المعطلة لا. اللي تعطلت في البيان الأول هو المادة 72 بنصها انه حل المجلس العسكري الانتقالي فور التوقيع على هذه الوثيقه المقصود بها الوثيقه الدستوريه وهو عطل هذه الماده معناتها اعاد المجلس العسكري الانتقالي للعمل والان شكل مجلس سياده انتقالي وهذا تضارب وانا اعتقد انه هناك تناقض كثير جدا في التضارب في القرارات وعدم نسقيه المسألة المحيرة فعلا أسباب هذا الانقلاب نعم ذكر القائد العام أن هناك مجموعة سطت على السلطة واحتكرت السلطة وأقصت الآخرين هذه المجموعة كانت معروفة متهمة بأن الحرية والتغيير المجلس المركزي والمجموعة دي من ضمنها الجبهة الثورية وأمين العام معتقل الآن الآن في مجلس السيادة الثلاثة أعضاء من مجلس السيادة هم من أعضاء المؤسسين للجبهة الثورية واللي كانوا متهمين بالإقصاء فده يعني أنه عادة الجهة اللي كانت مسيطرة على السلطة قبل الانقلاب رجعت إلى السلطة الآن وسقط المبرر أصلا للانقلاب طالما أنه أنا لا أعلم هل لا. الشركاء الثلاثة في الحركات هل هم موافقين على هذا التعيين ولا لا؟ ولكن ربما ذلك وهذا يعني أنه الجهة اللي أصلاً الانقلاب قام للإطاحة لإط... بها عادت إلى السلطة الآن وأظن يكون معناه منذ ثلاثة, ثلاثة أو أيام أو في السابعة من هذا الشهر. أنا سيد إمام وتقصد هنا ملك نعم. عقار الطاهر أبو بكر نعم. حجر والهادي إدريس كان لديهم بيان مشرق نعم. وتحدثوا عن نعم. الإجراءات كانوا متهمين نعم صحيح صحيح، والآن عادوا إلى السلطة، وتبقى يعني حزب أو حزبين يعودوا إلى السلطة ويبقى المبرر الأساسي سقط، ولكن تداعيات هذا الموقف الآن يعني أنا أرى أنه هو خطوة يعني أعادت يعني الموقف إلى انسداد أكثر وأوقف أي محاولات للحوار مع القادة الانقلاب ولكن التداعيات الان بعد قليل كما تعلمين مجلس الامن سيعقد جلسه مغلقه نعم. للتداول في هذا الامر وكذلك غدا الجمعه الكونغرس الامريكي في صدد اصدار قانون مجهف آه مجحف جدا حيكون على الشعب السوداني والاتحاد الاوروبي كان حذر كذلك ولكن يعني قبل الحديث عن التبعات الدوليه والاتحاد الاوروبي الان نعم واعذرني على المقاطعه، قبل الحديث نعم عن ردود الفعل الدوليه وحتى نعم الاتحاد الافريقي كان يسعى للوساطه ويتحدث عن ضروره عوده آه الوضع السابق ولكن قبل ذلك دعني انقل وجهه نظر المكون العسكري نعم او المجلس العسكري كان هناك تاخير وعرقله للوساطات ولحل الازمه كان على السودان أن يذهب سريعا لتشكيل مجلس سياده ثم تشكيل حكومه لحل الأزمات العالقه ألم يعرقل المدنيون الحوار؟ ما دفع المكون العسكري لهكذا قرارات؟ لا أعتقد هو أصلا لم يكن حوارا هو أصلا ما تم من لقاءات أنا أعتقد أنها أصلا كانت لن تثمر لأنه هي لا. في شكل مطالب والمطالب صاحب القرار هو يحدد اختار من ولذلك هي ما كانت اقرب الى حوار ترشان لانه انا ذكرتها قبل كده انه كيف تتحاور مع شخص انت انت معتقله وانت هو اسيرك كيف يتفاوض معك يعني سياسيه قيادات موجوده في الحبس ألم تكونوا في حوار او في موقع الوساطه؟ كانت لقاءات انا اعتقد انه ليست حوار كانت لا. لقاءات والان انتهت الان هذه انتهت بهذا اليوم واعتقد أن الحوار حيكون ما بين الانقلاب العسكري والشارع الان الشعب السوداني هو اللي حيقود الحوار ومعروف الشعب السوداني حواره قائم على تعبير القوي لمطالب الحريه والعداله والسلام بسلميه اللي هي اسقطت نظام البشير وانا اعتقد نعم. انه هذا الانقلاب لا مستقبل له هذا يعني نهايه لأن سيد لان كل المقاومات غير. تعلنون رسميا الان نهايه نعم. اي وساطات مع المكون العسكري وانكم الان في حاله نعم. قطيعه معه وأقصد هنا المكون العسكري نعم هو 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 هو, هو اصلا الـ 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 الاجراءات العسكريه اولا فض الشراكه ما بين المكون المدني والعسكري والآن بهذا الإجراء أوقف كل يعني محاولات لقاءات أو تفاهم في إيجاد مخرج للأزمة السياسية، ولذلك كل ينطلق إلى سبيله في أنه يحقق أهدافه بما يراه مناسبا. نعم. سيدي ما بالعودة إلى ردود الفعل الدولية والتهديدات، كنت ذكرت الاتحاد الأوروبي في الأخير وقبل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن وغيرها. ما الخطوات المتوقعة؟ هل ستفرض بعض العقوبات؟ على شخصيات سودانية، هل هذا المتوقع أم ربما خطوات أكثر؟ نعم هو أصلاً العقوبات الاقتصادية يعني تم اتخاذها بقرارات من البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية أوقفت كل، يعني برنامج ثميرات اللي هو كان مدعوم من الأمم المتحدة توقف الآن اللي هو كان دعم مادي للاسر اعذرني سيد ايماء اعذرني اعذرني على المقاطعه ولكن ننتقل سريعا الى كلمه مندوبه بريطانيا في مجلس الامن <applause> الذين كانوا صريحين في تقييم. تقييمهم بان نافذه الحوار والحل السلمي سوف تغلق وفي مجلس الامن كنا واضحين بانه من الضروره استئناف الحوار فالحوار هو الطريق نحو المستقبل، ونود أن نرى إعادة الحريات الأساسية في في السودان وإعادة الإنترنت ووقف العنف ضد النساء وبصورة عامة تحدثنا عن أهمية ضبط النفس ولاسيما في. في مواجهه المظاهرات التي شهدناها لذا فاننا نكرر مطالباتنا للقوى العسكريه للتصرف بنوايا حسنه بناء على مبادئ الشراكه المدنيه العسكريه التي كانت الاتفاقيه التي اثنينا عليها من قبل من قبل الجميع وكانت تحتوي على نصوص واضحه في هذا السياق. الجنرال البرهان أعلن اليوم عن تشكيل مجلس سيادة انتقالي وسمى نفسه كرئيس لهذا المجلس وكذلك عين نائبا له محمد حمدان وقد بدأت وقد بدأت المظاهرات بالاندلاع في الخرطوم في هذه اللحظة لكن ما من انترنت هناك لكن الكلمات تنتشر بسرعة والمظاهرات بدأت تعم الشوارع المشكلة تكمن بأنه على وشك إعلان حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد والشعب يحاول وقف ذلك ما الذي سوف يفعله مجلس الأمن بهذا الخصوص؟ من اجل وقف تدهور الاوضاع التي نشدها في السودان وفي اليمن، هل ترون بان ثمه امر يمكن فعله بشان مارب؟ الحوثيون يستخدمون تقنيات جديده في المناطق المحاصره ويعملون على قصفها بقساوه بالصواريخ وقتل المدنيين. هل هناك اي شيء فضلا عن التصريحات والمشاورات يمكن فعله من اجل وقف جرائم الحوثيين فيما يتعلق بالسودان وكما رايتم ونعلم في الاسبوعين الماضيين فان مجلس الامن والاتحاد الافريقي الذي كان قد عمل مع منظمه التعاون الاسلامي على دعم السودان من اجل عودته للاتفاق الدستوري وهذا ما نسعى لفعله لذا كان لدينا اجتماعا في مجلس الامن اليوم وسوف نستمر في هذه المناقشات اننا منخرطون في دعم السودان من اجل العوده للاتفاق الدستوري لكن كما اسلفت الحديث هناك مطالبات واضحه من قبل الشعب السوداني اما بالنسبه لليمن فكانت هناك مناقشات في المجلس ونشعر بقلق بالغ بشان القصف على مارب والقصف على السعوديه وهذا هو ما سوف ينصب تركيزنا عليه وسوف نعمل على بذل كافه الجهود لانهاء الازمه الانسانيه الملحه في هذا الاجتماع الذي الل ناقشتموه كنتم قد تطرقتم الى موضوع بولندا وبيلاروسيا، إلى أي حد تشعرون بالقلق إزاء ال الوضع الإنساني في ظل ظروف <applause> إذا كنا مع هذه التصريحات لمندوبة بريطانيا في مجلس الأمن حول التطورات السودانيه بالتاكيد اذا هي دعت الى ضروره استئناف الحوار وقالت انها او بلادها تامل اعاده الحريات الاساسيه، اعاده الانترنت، وقف العنف في السودان، كما دعت العسكريين مره اخرى الى التفاوض هذه المره بنوايا حسنه من اجل استعاده الشراكه بين المدنيين والعسكريين، هذا في تصريحات بالتاكيد مندوبه بريطانيا في مجلس الامن المتعلقه بالتطورات السودانيه. اعود مره اخرى الى السيد ايمان في هذه النقطه، نقطه التدخل الدولي المتوقع المتوقع أو سقف هذا التدخل ولكن قبل ذلك سيد إمام دعني على ما يبدو سينضم إلينا بعد قليل ضيفنا من الخطوم وهو الدكتور الهادي عجب الدور الأمين السياسي للتحالف السوداني والقيادي في الحرية والتغيير الميثاق الوطني أهلا بك سنعود إليك لاحقا ولكن ننتظر جوابا من السيد إمام مرحب مرحب طبعا جلسة مجلس الأمن الآن تقدم فيها السيد فولكر رئيس بعثه نعم. تقريره وهو اعلن مواقفه واضح انه التقرير حيكون شكله كيف ولكن بالنسبه للتدخلات غير العقوبات الاقتصاديه يمكن امس سمعنا انه بارجه حربيه دخلت البحر الاحمر من الاسطول الامريكي بغض المناورات وده مؤشر يعني آه دلالاته. ونحن كذلك نعتقد أنه مهم جدا الدول آه الكبرى أن تحدد موقفها، خاصة الصين وروسيا، نحن قلقون جدا من أن الدعم الخفي اللي ممكن يعني يتحصل عليه بعض الشخصيات في الانقلاب العسكري قد آه يزيد من معاناة الشعب السوداني، ولكن كما ذكرت في التقرير الآن الشعب هو الحي حيدير الحوار مع الطقمة العسكرية ونحن واثقون أنه سينتصر الشعب في النهاية وتتحقق الحرية والديمقراطية ويتم التحول الديمقراطي بطريقة سلمية مدنية نعم. ده أمر يعني غير مشكوك في أنه سيتم قريبا بإذن الله شكرا جزيلا لك كنت معنا من الخرطوم رئيس لجنة السياسات في حزب الأمة القومي إمام الحيو شكرا جزيلا لك نرحب مره اخرى بضيفنا من الخرطوم الدكتور الهادي عجب الدور الامين السياسي للتحالف السوداني والقيادي في الحريه والتغيير الميثاق الوطني. دكتور هادي اهلا بك على شاشه الحدث وفي الاخبار الليله. بدايه موقفكم من الاجراءات الاخيره تشكيل مجلس سياده جديد. شكرا جزيلا لقناه الحدث وشكرا للمشاهدين الاعزاء اهلا بك نحن في التحالف السوداني وفي مساق الحريه في المساق الوطني في الحريه والتغيير نعتبر هذه الخطوه التي ظهرت نتائجها اليوم هي خطوه جيده في الاتجاه الصحيح وايضا هي يعني ملامسه للواقع السياسي الذي تمر به البلاد آه تكوين مجلس السيادة آه بشكل متوازن آه مراعاة فيه التقسيم بين مكونات أقاليم السودان وأيضا آه المكون العسكري ومكون آه قوى الكفاح المسلح آه أيضا هو تقسيم يعني يؤدي إلى نتائج طيبة آه المجلس السيادي هو أحد مؤسسات آه هياكل الفترة الانتقالية وبعدها سيأتي مجلس الوزراء باعتباره السلطة التنفيذية ومن ثم نعم. يمكن تنفيذ بقية هياكل السلطة الانتقالية ماذا عن الاستثناء قوى الحرية والتغيير مهمة جدا ونحن المستثنون فقط في مجلس السيادة نعم بشكل جديد قوى الحرية والتغيير فقط الحركات المسلحة حاضرة نعم الحرية والتغيير هي مجموعة أحزاب سياسية ومجموعة كيانات ونغابات وقوى الكفاح المسلح فلا يمكن تمثيل سبعين تنظيم في مجلس سيادة يتكون من 14 عضو آه هذا غير منطقي المنطقي يمثل عدد من آه الممثلين في الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح جزء من الحرية والتغيير سواء كان جزء من هل من اللي ممثلين لقوى الحرية والتغيير وجزء آخر يتبع المو... هل تقول إن ثمة ممثلين لقوى الحرية والتغيير على الأقل الميثاق الوطني في هذا المجلس من هم نعم قوى الكفاح المسلح هي جزء من الحرية نعم. والتغيير وهنالك مجموعة أخرى ذهبت مع المجلس المركزي هي جزء من الحرية والتغيير وليس بالضرورة أن تمثل الأحزاب بعينها ما دام هنالك تمثيل للمجموعتين نحن لا ندعو للاقصاء لكن اعضاء مجلس السياده عددهم 14 عضو فلا يمكن تمثيل كم 70 او 60 عضو في مجلس واحد نعم. يمكن ان يمثلوا في بقيه المؤسسات الاخرى سواء كان البرلمان الثوري او في مجلس الوزراء بشكل غير مباشر في إطار حكومة الكفاءات الذي يمكن أن يساهموا فيها نعم. ويشاركوا في عملية إدارة الحوار. وأيضا الأحزاب السياسية هذه فترة انتقالية وليست فترة دائمة فترة تحول نحو الحكم الديمقراطي المدني. ويمكن نعم. أن تجهز هذه الأحزاب نفسها والدخول في ندوات وفي مؤتمرات. دكتور, عمل دكتور, هادي. سيد إن إن نعم دكتور هادي السيد البرهان يقول أنه مستمر في الحوار مع القوى السياسية نعم دكتور هادي يقول البرهان أنه مستمر في الحوار مع نعم نعم. أه نعم هناك حوار ما نعم. موضوع التحاور نعم. او هناك الحوار هذا حوار مستمر ما بين مكونات الحريه والتغيير حول ماذا الحوار حول ايجاد ارضيه مشتركه واخراج السودان من النفق المظلم وحاله الانسداد في الافق السياسي وايضا القوى السياسيه الان موجوده في الحريه وتغيير المجلس المركزي وفي الحريه والتغيير مجموعه الميثاق الوطني دخلت في حوار شفاف وحوار ندي وهذا الحوار يعني تقدم بشكل جيد قد يعطي نتائج في القريب نعم. العاجل المساله هي ليس مختزله في الحريه والتغيير بشقيها ايضا هنالك كيانات اجتماعيه وكيانات سياسيه ومدنيه بالاضافه الى ذلك القوات المسلحه وقوات الدعم السريع والقوات الامنيه الاخرى كلهم سودانيين لديهم الحق ان يساهموا ويشاركوا بشكل او اخر لاخراج السودان من حاله الانزلاقات وحاله نعم. الانكفاء التي نشاهدها الان نعم. الوضع الآن أصبح موهية نعم نفهم أن هنالك بعض التحفظات من القوي السياسية وتصف الإجراءات الاستثنائية الأخيرة بشكل معاكس بأنها غير مرضية لديهم ونحن نتفهم ذلك في نعم. اطار العمليه السياسيه وفي اطار كل عمليات التحول التي تفضي الى ولكن دكتور هادي ديمقراطي دكتور هادي هذوني على المقاطعه وانا اتحدث معك آخر. بعض وسائل الاعلام السودانيه تتحدث عن احتجاجات في منطقه بري في الخرطوم رفضا لتشكيل مجلس سيادي جديد آه هذه الاحتجاجات او المظاهرات تاتي قبل هذا امر طبيعي قبل الاحتصامات والمظاهرات التي دعي اليها امس او دعي اليها لتبدا غدا وبعد غد. هذا يعني بان ثمه رفض للقرارات نعم هذا أمر طبيعي. ولا يخشى نحن نتفاهم نعم دكتور هادي اعذرني دعني فقط دعني فقط انهي هذا السؤال ولكن الا يخشى من ردود فعل قويه نعم ضد أفكرين. القرارات هذه واعذرني باختصار شديد من فضلك نعم بعض القوى السياسيه لديها قواعد وهذه القوى تريد ان تحرق قواعدها لتكون هي في الواجهه وتصر كأنها تمثل الشعب السوداني باجمعه وهذا غير صحيح الشعب السوداني الان يعني هنالك مجموعه مؤيده للاجراءات التصحيحيه ومجموعه اخري رافضه او لديها تحفظ نحن نعم. نتفهم ذلك يعني إذا خرجت مظاهرة مظاهرة في حي من أحياء الخرطوم أو في غرية من غرى السودان نعم. هذا لا يعني أن السودانيين الذين يصل نعم. عددهم إلى 43 مليون خرجوا إلى الشوارع شكرا الرأي والرأي الآخر مطلوب شكرا جزيلا لك تعبير سلمي وهذا التعبير ليس تعبير عنيف شكرا اعذرني ولكن الوقت المخصص للمقابله انتهى تماما من الخرطوم كنت معنا الدكتور الهادي اعجب الدور الامين السياسي للتحالف السوداني والقيادي في الحريه وتغيير الميثاق الوطني شكرا جزيلا لك الاخبار الليله مستمره في هذا الفاصل 15 مرشحا مستقلا يشكلون تحالفا جديدا تحت اسم العراق الجديد شعبي عارم باتجاه احداث تغيير شامل على المستوى السياسي هذه الاحتجاجات امتدت الى محافظات تونسيه اخرى نحن نمر بادق اللحظات في تاريخ تونس يا اخي خليه يقف هناك خطر حقيقي يهدد كيان الدولة اليوم عيد الجمهورية في تونس لن يكون يوما عاديا انت وصفت التظاهرات اليوم بانها انتفاضة شعبية، لماذا؟ هذا التدخل تم بعد استنفاذ كل طرق الحديث مع حركة النهضة قرارات مهمة بالجملة يمكن ان نجيزها في ثلاث قرارات القرار الاول تشميدي كل اختصاصات المجلس النيابي برايك كيف يمكن اليوم لتونس ان تخرج من هذه الازمه باقل كلفه يصعب على الاطفال ان يصفوا واقعهم اوجاعهم ان يدركوا ماذا حدث ماذا حدث؟ وكيف حدث؟ أهلا بكم من جديد. ناقش رئيس لجنة الكتلة الصدريه لمفاوضات تشكيل الحكومه حسن العذاري مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسه خالد شواني سبل تنظيم العلاقه بين بغداد واقليم كردستان ضمن الاطار الدستوري العذاري اكد خلال جلسه المناقشات مع الوفد الكردي على اهميه الشروع بمرحله جديده تضمد جراح العراقيين وتؤسس لنهضه شامله في مختلف المستويات من جهته اوضح رئيس الوفد الكردي أن هناك الكثير من وجهات النظر المشتركة التي تجمعهم بالتيار الصدري والتي تهيئ الأرضية لتفاهمات ثابتة هذا ومن جهته حذر رئيس تحالف الفتح هادي العامري حذر من مقاطعة كتلته للعملية السياسية في حال لم تتم معالجة الطعون بنتائج الانتخابات وفي هذه الاثناء اعلن عدد من المرشحين المستقلين الفائزين بالانتخابات العراقيه عن تشكيل تحالف جديد يحمل اسم العراق المستقل، التحالف يضم 15 مرشحا مستقلا فائزا بدوائر العاصمه بغداد والمحافظات الجنوبيه والوسطى. سنمضي لبناء بلدنا وتحقيق الامن والامان والحفاظ على سياده العراق. والحفاظ على سيادة العراق العظيم، ونلتزم بمبادئ الدستور والقوانين النافذة، ونتبارك بتوصيات المرجعية الدينية، لتحقيق الاستقرار، والقضاء على الفساد، والابتعاد عن المحاصصة، وهذا هو من أهم اولوياتنا في المرحله القادمه. هذا وصرح رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق فائق زيدان بان دعاوى تزوير الانتخابات لم تثبت بشكل قانوني ولا دلائل على ذلك واشار الى ان التحقيقات بمحاوله اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لا تزال في مراحلها الاولى. اذا ينضم الينا من بغداد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني عمر السمرائي ومن بغداد انضم إلينا الدكتور مناف الموسوي رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة نبدأ من السيد عمر أهلا بكما أهلا بك وبضيفكم حقيقة أنا أنتظر الصورة ولا أعلم لماذا لا أستطيع أن أرى الضيفين ولكن في كل أحوال مجلس القضاء السيد عمر يقول أنه لا دلائل على وجود تزوير هل هذا يعني بأن باب الطعن أغلق نهائيا الآن؟ لم يغلق باب الطعون لحد الآن يعني قدمنا الطعون الكافية والشكاوي الكافية للقضاء ونحن في تحالف قوه الدوله وتحالف وتيار الحكمه قدمنا كل الادله التي تثبت التزوير في يوم الانتخابات والخروقات التي حصلت طيله يوم الانتخابات بالتالي هذا يعني التصريح الاخير من قبل رئيس المحكمه الاتحاديه العليا صرح في هذا الموضوع لكن لحد الان الطعون لم تصل المحكمه الاتحاديه العليا بسبب يعني عده مراحل تدخل في يعني تصل الطعون الى المفوضيه وبعدها الى الادعاء العام وبعدها الى المحكمه الاتحاديه بالتالي لم تصل الطعون لحد الان للمحكمه وننتظر نحن في تحالف قوه الدوله وتيار الحكمه ننتظر النتائج التي سوف تعلن من قبل المحكمه وكل ما يصدر من المحكمه الاتحاديه او المحكمه العليا هو سوف نقبل به ولا نذهب الى التصعيد، والاخوه في الاطار التنسيقي ونحن ضمن الاطار التنسيقي يعني سلكوا موضوع التظاهرات والتصعيد وما شابه ذلك، لكن نحن في تيار الحكمه سلكنا الاطار القانوني وننتظر النتائج. لن تذهبوا للتصعيد، لن تذهبوا للتظاهرات ولن تذهبوا لمقاطعه العمليه السياسيه مثل ما يقول تيار الفتح. نحن خلي أوضح فد مسألة نعم. اللي هي إذا لم تنصفنا المحكمة ولم تنصفنا المفوضية بمسألة المقاعد والطعون والشكاوى وبقيت النتائج على ما هو عليه سوف لن نشارك بهذه الحكومة ولا نكون طرف بهذه الحكومة لا من بعيد ولا من قريب لأنه اليوم نحن لدينا أربعة إلى خمس مقاعد هذه لا هذه المقاعد لا تؤهلنا لحمايه يعني الوزراء او لا تؤهلنا لاتخاذ القرارات ولا تؤهلنا لتغيير معادله، بالتالي سوف نتجنب هذه الحكومه ونكون خارج اطار الحكومه المقبله. دكتور مناف، اذا تيار الفتح يهدد الان بمقاطعه العمليه السياسيه ان لم تكن النتائج هذه مرضيه له، ان لم تلبي التطلعات مثل ما يقول. هل هذا يعني تصعيد سياسي يصاحب التصعيد على الأرض هل هذا ما يفهم منه سارة في البدا نحييك ضيفك الكريم وجميع متابعي ومشاهدي قناة العربية الحدث يعني بالتأكيد التصعيد بدأ مع إعلان النتائج ومع الاعتراضات التي يعني كانت ب يعني كانت مدعومة بضغط جماهيري اولا وبالتالي كان هنالك الحديث عن رفع هذا التصعيد اليوم يعني بعد ان تم اعاده العدوى الفرج وبعد ان تحدثت المفوضيه بان يعني الطعون كانت يعني جاءت مطابقه مع النتائج الانتخابيه، السقف الاعتراضات بدا يرتفع اكثر يعني، اليوم الاخوه في الاطار التن... يعني الإطار التنسيقي مثلا في اجتماعهم الاخير مع رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء كانت النقطه الرابعه تتحدث عن ايجاد يعني ايجاد نقطه قانونيه او ايجاد يعني ثغره قانونيه لاعاده الثقه ما بين الكتل السياسيه المعترضه وما بين العمليه الديمقراطيه واعتقد هذا كلام غير واقعي غير منطقي البعض مثلا تحدث عن اعاده الانتخابات والبعض الاخر طالب بأن يعامل على أساس عدد الناخبين الذين انتخبوا وليس على أساس لا. النتائج الانتخابية وعدد المقاعد الموجودة كل هذا بالنتيجة نعتقد هو ضغط واضح لما بعد إعلان النتائج وهو شكل المشهد الخارطه السياسيه القادمه. اليوم اعتقد ان التيار الصدري قدم مو... قدم طرحا جديدا، قدم برنامجا تحالفيا جديدا يتضمن عمليه الذهاب الى حكومه اغلبيه وطنيه، نعم. وهذا ما يرفضه الاخوه في الاطار التنسيقي الذي يتحدثون او يطالبون بالبقاء على حكو على الحكومات التوافقيه والحكومات المحاصصاتيه، وبالتالي اعتقد ان ان رفع المطالب والحديث عن عدم الاعتراف بالنتائج الانتخابيه والحديث عن مقاطعه العمليه السياسيه كلها عمليات ضغط لل يتحدث عن تيار الحكمه يتحدث عن عدم المشاركه في هذه الحكومه المقبله إن لم ينظر في النتائج مثل ما يقول السيد عمر او الطعون السيد يعني عمر عدم عدم, عدم, نعم. عدم المشاركه عدم المشاركة عدم المشاركه لا ليس كما يقول البعض هو مقاطعة العملية السياسية لا. عدم المشاركة في الحكومة هذه وجهة نظر يعني تيار الحكمة سبقا مثلا أيضا ذهب إلى المعارضة في في حكومة السيد عادل عبد المهدي مع العلم أنا أعتقد أن تيار الحكمة يمثل ثقلا سياسيا مهما والدليل أن السيد مقتدى صدر زار السيد عمار وأعتقد تحدث معه ويعني الجميع يرغب بأن يكون تيار الحكمة موجودة موجود نعم. لثقل السياسي المعروف لكن بالنتيجه هي وجهه نظر هم هم يتبنونها يعني لا وهذا ما كنت سأسأل حد عنه السيد عمر عن عملية أعلم حقيقة واضحة الفكرة ولكن هذا ما كنت سأسأل عنه السيد عمر بأنكم تطالبون أن توفي الحكمة أو تقولون أنكم لن تشاركوا في الحكومة يعني أن تذهبوا للمعارضة مثل ما قال الدكتور مناف بأن الحكمة تيار مهم ودائما ما يقول ما يعتقد بانه اقرب للوسطيين للتيار الصدري وغيرها وبان التحالف ممكن مع التيار الصدري، لماذا لا تفكرون بالذهاب لتحالف مع التيار الصدري من اجل تشكيل حكومه اغلبيه وطنيه مثل ما يقول التيار؟ نعم يعني اليوم المقاعد التي حصلنا عليها أربعة إلى خمس مقاعد لن ولد تؤهلنا لي يعني قل بالمعادلات واتخاذ القرارات الصائبة بالتالي عندما نذهب مع جهة على يعني غض النظر عن الكتلة الصدرية مع السيد مقتدى الصدر لكن يعني اليوم نحن نريد عندما نذهب ونشكل حكومة يجب أن تكون لدى تيار الحكمة ثقل تواجد أعضاء البرلمان في داخل قبة البرلمان، بالتالي اليوم احنا ننتظر النتائج، إذا لم تنصفنا، قبل قليل أنا ذكرت هذا الموضوع، إذا لا. لم تنصفنا المفوضية والمحكمة لن نذهب ولن نشارك بهذه الحكومة بسبب لن لا يكون لدينا ثقل ومقاعد وأصوات يعني تبدل قانون أو تصوت على قانون أو ما شابه ذلك، بالتالي نحن نريد إذا إذا حصلنا على مقاعد لكل حادثة حديث لكن إذا لم نحصل على هذه المقاعد الكافية التي تؤهلنا للدفاع عن يعني مصالح البلد ويعني القوانين التي تشرع وما شابه ذلك لا نتجه لهذا الموضوع اليوم عندما يعني السيد مقتدى الصدر زار السيد عمار الحكيم لي يعني الدخول في العمليه والتحالف او ما شابه ذلك لا نتكلم عن هذا الموضوع نعم. لكن اليوم سماحه السيد عمار الحكيم يلعب دورا كبيرا بمساله تقريب وجهات النظر سوف يكون وسيط بين الاخوه في الاطار التنسيقي نعم. والكتله الصدريه او الكتله الاكبر بالتالي اليوم نحن نحتاج الى يعني اشخاص قريب يقربون وجهات وسماحة السيد عمر حكيم سوف يكون يعني يلعب دور بهذا هذه المساله لا. لتقريب وجهات النظر بين الاخوه في الفتح او الكتله الصدريه ودوله القانون باعتقادي يعني سوف تكون نعم. هذه الحكومة المقبلة حكومة توافقية والمضي بتشكيلها اليوم سماحة السيد مقتدى الصدر نعم. لديه مقاعد كبيرة 73 وسبعين أو أكثر عندما يتحالف مع يعني كتلة الكتلة كتلة الإطار التنسيقي أيضا لديهم مقاعد نعم. يعني قريبة من مقاعد سماحة السيد مقتدى الصدر بالتالي شكرا. يعني لابد لابد ان تكون نعم شكرا اعذرني على المقاطعه ولكن الوقت المخصص للمقابله انتهى كنت معنا من بغداد عضو الهيئه العامه لتاي الحكمه الوطني عمر السمرائي ومن بغداد ايضا دكتور مناف الموسوي رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجيه شكرا جزيلا لكما تطورات كثيرة حقيقة اليوم والسودان بالتأكيد يفرض نفسه على المشهد ولكن في ملفنا الأخير تونس اكد الرئيس التونسي قيس سعيد في لقاء مع ناشطي المجتمع المدني من مدينه عقارب بولايه صفاقس على ضروره الانتباه لمن يسعى لتاجيج الاوضاع في البلاد وقال بيان للرئاسه التونسيه ان سعيد اكد على وحده الدوله وعلى اهميه وعي الجميع بالمخاطر التي تعيشها البلاد تصريحات سعيد جاءت مع تجدد المواجهات اليوم بين المحتجين والقوى الامنيه ما ادى لاغلاق الطريق السريع بين محافظتي صفاقس وقابس وتوقف حركه السير فيما

من العاصمه التونسيه ينضم الينا النائب السابق في البرلمان التونسي عبد العزيز القطي. سيد عبد العزيز اهلا بك على شاشه الحدث وفي الاخبار الليله. اذا تطورات كثيره ميدانا في تونس بعد الازمه في عقارب والمواجهات وغيرها الان قطع للطريق السريع بين صفاقس وقابس. كيف تقيم هذا الوضع الميداني الان في تونس وهل يخشى من ربما تمدد حركه الاحتجاجات؟ شكرا مساء النور اظن سلام. انه قد تم نزع فتيل الازمه بعد لقاء السيد رئيس الجمهوريه بمجموعه من ممثلي المجتمع المدني لمدينه عقارب والذين نعم. قاموا بندوه صحفيه اليوم قدموا فيها وجهه نظر اهالي مدينه العجارب والازمه الموجوده هناك واستقبل رئيس الجمهوريه وفد منهم واستمع اليهم وتم الحوار والنقاش حول هذا الموضوع وخرجوا بخريطه طريق سيتم تفعيلها وسيكون تتويجها بلقاء بعد يومين مع وزيره البيئه والسيد رئيس الجمهوريه لتفعيل قرارات جديده بخصوص لربما غلق هذا المصب اولا كذلك لا. تم اخذ القرار لتدعيم المستشفى الموجود في مدينه عقارب بالاوكسجين وبالكوادر الطبية وكذلك أخذ بعض التدابير الأخرى المتعلقة بهذه الأزمة وعليه فأن أعتبر بأن اللقاء اليوم سيكون بداية للانفراج وعدم المواصلة في الاحتجاج أو في الاحتقان في هذه الجهة ولكن يبقى دائما الأزمة البيئية والتي هي ازمه بطبيعه الحال تاتي ليست نتيجه لمشكل حيني وانما هي تراكمات لعشر سنوات من الخراب وعشر سنوات من عدم اعطاء نعم. الاهميه لهذا الوضع وكنا ننتظر بان انتخابات البلديه التي وقعت في سنه 2018 والمجالس البلديه المنتخبه هي من ستكون الرائد ولم يحدث في هذا ولكن الرئيس التونسي قيس سعيد يتحدث الان نعم. عن طرف ثالث يؤجج الصراع من يقصد؟ نعم سيدتي يجب أن نعلم بأن هذا الملف كانت مسؤولة عليه حركة النهضة أساسا باعتبار أنه وكالة حماية المحيط ووكالة التعاطي مع النفايات كانت تترأسها قيادية في حركة النهضة لفترة طويلة هذا بالإضافة إلى أن عديد الوزراء من حركه النهضه ومن الموالين لحركه النهضه كانوا كذلك على راس هذه الوزاره وان الازمات وتتذكرون جيدا الاطاحه بحكومه السيد الفخفاخ بعد الانتخابات 2019 كانت حول ازمه النفايات وكذلك منذ اشهر بعد انتخابات 2019 كانت هناك اعتقالات وايقاف وزير حول ملف الـ الفضلات والنفايات الايطاليه التي لا. تم ترويجها اليوم كذلك تم ايقاف وزير وكذلك نائب مجمد حول تصدير نحاس مشع هذا الملف هو ملف شائك وكانت على راس هذا الملف قيادات من حركه النهضه اليوم ازلام وبيادق منظومه الفساد والافساد منظومه النفايات السياسيه التي تم كنسها باجراءات 25 نعم. جويليه لم تقبل بطبيعه الحال الوضع الجديد وهي اليوم تستعمل هذا الملف التي تتمكن من كل خيوطه من اجل ضرب مصداقيه اجراءات 25 جوية وخلق الفوضى بعد ان فشلت في تاجيج الراي العام سواء في الداخل وكذلك في ايجاد, نعم شكراً إيجاد الدعم الخارجي شكراً فهي تستعمل هذا الملف من تونس كنت معنا النائب السابق في البرلمان التونسي عبد العزيز القطي شكرا جزيلا لك السلام عليكم